تمام الدكتور احمد عزت. تمام يا دكتور. دكتورة رندا. تمام. اللي عايز يسجل تاني يا جماعة برضو اهلا وسهلا، مفيش مشكلة. بنرحب بحضراتكم جميعا، وبنشكركم على تواجدكم معانا النهارده. نتوجه بخلص الشكر. احمد عبد العال. تمام دكتور احمد. تمام تمام معذره لو بس قفلت الصوت او حاجه، بس يعني عشان بس لما الناس بتدخل كده الصوت واضح 100 100. لما الناس بتدخل كلها بتعمل يعني ديستربنس، فبنقفل على المايكات يعني كلها. دكتور محمد حلمي. تمام انا فتحت لحضرتك الريكورد. طبعا بنستاذن حضراتكم يعني، بس اللي هيسجل هيبعت لنا بس السيشن بتاعتنا على التليجرام ان شاء الله في اخر السيشن. بكرر ترحيبي بالاستاذ الدكتور احمد عبد العال، وبشكره شكرا جزيلا على المبادره الجميله بتواجده معانا في المحاضرات الويبينارز المجانية اللايف على برنامج زوم الخاصة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين. فبشكره شكرا جزيلا، ويعني بشكر يعني المبادرة الإيجابية، وإن إحنا بنحاول نفعل مبادرة خليك في البيت، وإن إحنا بنوفر العلم والمحاضرات لحد حضراتكم في البيت عن طريق اللايف ويبينارز اللي بيشارك فيها الأساتذة الكبار بتوعنا. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورنا دكتور احمد، ويعني ان شاء الله باذن الله تكون يعني بدايه لسلسله من المحاضرات في المجالات المختلفه. هو العدد دلوقتي يعني تقريبا 100 دكتور، وعمال يزيد، ف راي حضرتك ننتظر ولا نبدا؟ ممكن ننتظر لغايه 10 وربع، مفيش مشكله. عايز تستنى 5 دقايق كفايه زي ما تحب؟ 5 دقايق كمان. 5 دقايق كمان كده يا دكتور، بحيث برضو ايه الناس بترحب بحضرتك، ويعني بتقول حضرتك اهلا وسهلا، يعني منتظرين حضرتك يعني. فاهلا بحضرتك يا دكتور احمد، سعداء بتواجد حضرتك معانا النهارده في ويبينار. شرف ليا. نبدا على 10 و10 كده؟ 10 و10 نبدا. ماشي تمام. كده في حد تاني عايز يسجل يا جماعه؟ انا ما فتحتلوش. لحد اللي عايز يسجل كله تقريبا كده انا فتحتله. اللي عايز يسجل ومش عامل ريد هاند يعمل ريد هاند، بحيث ان احنا نكون كلنا اللي نستفيد. دكتور بس اللي عايز يسجل لازم يكون فاتح لابتوب، لازم يكون فاتح لابتوب عشان بس ما لا الاثنين الدكاتره اللي موجودين مش فاتحين من اللابتوب. السكرين واضح مع حضرتك يا دكتور محمد؟ واضح جدا، وصوت حضرتك واضح جدا ان شاء الله باذن الله. ما يحصلش بس اي مشاكل في الكونكشنز. عارفين الشركات المصريه في النت عامله ازاي يعني. الله المستعان. الدنيا واضحه جدا يعني. الله المستعان. بس ان شاء الله باذن الله. تمام الدنيا كويسه. تمام. دكتور محمد جمعه بيحضر. طبعا. بيوجه لك التحيه يا دكتور. استاذ الدكتور محمد جمعه بعتذر. وبالمناسبه احنا بكره ان شاء الله معانا الاستاذ الدكتور محمد جمعه في محاضره عن الالترا ساوند في البيت. فطبعا بنشكره شكرا جزيلا ان هو كان وعدنا فعلا المره اللي فاتت بالادفانسد، وان شاء الله باذن الله هيكون معانا بكره في المحاضره الادفانسد. انا بس بدور على صورته. دكتور محمد جمعه. تمام. في انتظار الاعداد بس الناس تدخل كلها 3 دقايق كده وهنبدا ان شاء الله. وقت ما تقول لي اوكي هبدا. تمام.
طبعا الزملاء اول مره يحضروا، بس يعني الصوت بيقطع. لا الصوت، الزملاء بس يقولوا لنا هو الصوت بيقطع. تمام. لا لا ده الصوت كويس، مفيش مشكله ان شاء الله، مش هيبقى في مشكله. تمام يا دكتور، رأيي نبدأ دلوقتي مفيش مشكلة، بحيث برضو يعني لو في أي مشكلة بعد كده هتظهر، لو في أي حد هيدخل بعد كده خلاص. مفيش مشكلة. دلوقتي العدد كويس. تمام. دكتور سعد الهلالي. تمام. ميلي الدكتور محمد أشرف بيرحب بحضرتك يا دكتور أحمد. دكتور محمد اشرف عضو مجلس النقابه العامه ومقرر لجنه الشباب بيرحب بيك يا دكتور احمد. دكتور محمد اتفضل. السلام عليكم يا نبيل. يا دكتور محمد اتفضل. ازيك يا دكتور احمد، اخبارك ايه؟ يا اهلا دكتور محمد. معاك دكتور محمد اشرف، برحب بحضرتك وبرحب بالدكتور نبيل وبالزملاء كلهم. ان شاء الله تبقى محاضره. شكرا على الدعوه الكريمه. لا ده شكرا لحضرتك والله يا دكتور، احنا اللي مبسوطين حضرتك معانا النهارده جدا يعني. مجهود مشكور يعني، ربنا يوفقك. كتر خير حضرتك وسعداء ان احنا مع حضرتك النهارده. انا اسعد. بالتوفيق يا فندم واتفضل. يعني الشرف لينا يا دكتور احمد وفخر لينا طبعا وجود حضرتك معانا. يعني احنا طبعا بنسمع عن حضرتك كتير، يمكن ما التقيناش قبل كده شخصيا، بس بصراحه اسمع عن حضرتك كل خير. حضرتك استاذنا ناس كتير جدا، ربنا يبارك فيك. يعني استاذنا جميعا، فيعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا النهارده في ويبينار الخاص بالنقابه العامه، فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. و يعني سبب كده في نقل معلومه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. دكتور سعد حضرتك انا فتحت لك الريكورد خلاص، ما فيش مشكله. ريسان مش متاح ان انا افتح ريكورد، ف خلاص يعني اعتقد خلاص هو احنا كده هنكتفي بالناس اللي بتسجل. انا مطمن ان هي طالما الدكتور احمد وكذا دكتور من الناس اللي بيسجلوا هيبعتوا لنا السيشن بعد المحاضره، يعني مش هنطول على الدكتور احمد اكتر من كده. واتفضل دكتور احمد. السلام عليكم. في البدايه طبعا برحب بالاخوه اعضاء النقابه، بصراحه مجهود مشكور ليهم يعني تتحسب لهم. بصراحه فكره كويسه جدا عجباني، وحبيت طبعا اكون احد المشاركين فيها وده شرف ليا، وشكرا جدا بشكرهم على الدعوه الكريمه. ثانيا برحب بالزملاء الافاضل اللي معايا على الويبينار، واتمنى يكون الصوت واضح وتكون المحاضره واضحه. هو طبعا الانترنت انستيبل، بس انا معايا الاشاره كويسه. المحاضره بتاعت النهارده هو عن الالترا سونوجرافي ان بوفاين ميديسين. يمكن السؤال اللي احنا بنساله كل حضراتكم بتسالوه، احنا يمكن بدانا في الشغل بتاع البوفاين ميديسين كامراض بطنه بالالترا ساوند في منتصف التسعينات، يعني كان اول ابحاث اتعملت كانت في 1994 تقريبا. وكان كل الشغل اللي خاص بالالترا ساوند في الفيتيرينري براكتس كان له علاقه بالتناسليات، ما كانش حد دخل او عمل شغل بالنسبه لشغل الشغل بتاعنا في البطنه. عشان كده احنا ابتدينا نشتغل في الموضوع دوت بعد التخرج في 2001، وكان معايا الدكتور محمد جمعه واشتغلنا في الموضوع دوت، وكل واحد اهتم بانه يطور نفسه في المجال ده، والحمد لله لينا شغل كويس فيه. السؤال اللي هو بنسأله دايما، Is ultrasound indicated and important in bovine breasts other than its use in obstetric؟ طبعا كلنا عارفين انه الأهمية الصنار في التناسليات، ولكن محاضرة النهاردة هتجاوب على السؤال ده، هل هو فعلا مهم في حاجات تانية غير التناسليات بالنسبة لتشخيص الأمراض البطنة في البوفاين؟ احنا عشان اجاوب على السؤال دوت قسمت المحاضره الى 3 سيشنز. انا عارف ان في معايا ناس عندها معلومات كويسه وناس لسه في البدايات بالنسبه للالترا ساوند، عشان كده برضو مش هنسى الناس اللي هي في البدايات وهنديهم جزء في
الالتراسونوجرافيك بيزكس، بس مش هطول فيه لان انا عارف ان هو اتشرح تفصيليا مع الدكتور محمد. اتمنى ان الصوت يكون واضح. الصوت واضح تمام يا دكتور؟ الصوت واضح جدا، مفيش اي مشاكل. طيب السيشن الاولاني هيبقى عن الالترا ساوند ويف، الالترا ساوند ويف بودي انتراكشنز، الالترا ساوند ارتفاكت. السيشن الثاني هيبقى الالترا ساوند اوف نورمال ابدومينال اند ثراسيك اورجانز. السيشنز الثالث هيبقى بعض الكلينيكال كيسز واهميه استخدام الالترا ساوند في التشخيص وفي المانجمنت او العلاج بتاعه الحاله. سريعا كده الالترا ساوند ويف، انا بس عايز بس من الـ من الـ من الانترودكشن دي افرق بين حاجتين، بين حاجه اسمها الترا ساوند ويف والترا ساوند ايكوز. الترا ساوند ويف والترا ساوند ايكوز، الويف اللي هي اللي بتدخل على الجسم، اما الايكوز هي اللي بترتد من الجسم. طب ايه هي الويفز ديت وليه سموها الترا ساوند؟ الترا ساوند ويف هي اعلى الفريكوانسي بتاعها، اعلى من الابر رينج اوف هيومن هيرنج. يعني انا بسمع مثلا او الهيومن بيسمع من الرينج اللي هو ما بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. يعني معلش يا دكتور احمد، نعم. الشاشه ما فيهاش سكرين، انت حضرتك شلت السكرين؟ شلت المنتشر ولا معلش؟ طب اعمل شير سكرين تاني يا دكتور. معلش نعم، معلش حضرتك اعمل شير سكرين تاني. اعمل شير سكرين تاني. طيب ثانيه واحده. مش جايه معايا الشيرنج خالص بتاعت السكرين. انا كنت فاتحها، هي كانت مفتوحه وفجاه قفلت. في الاول البرزنتيشن كانت شغاله. انا مش عارف، انا ما عملتش حاجه. طيب هي بس ممكن تكون قفلت. حضرتك دوس على شير سكرين تاني وافتحها البرزنتيشن. مش جايه معايا الايقونه بتاعت الشير سكرين. تمام كده تقريبا اشتغل كده تمام كده. ايوه هتظهر اهي. تمام يا دكتور. تمام، معلش اسف على المقاطعه بس يعني. لا كويس حضرتك كده واضحه. طيب كده ايوه ممتاز كده يا دكتور. تمام طب كويس. تمام اتفضل يا دكتور اتفضل. قلنا لازم نفرق ما بين الويف والايكوز. الويفز هي اللي طالعه من الجهاز واللي انا بستخدمها في البنتريشن بتاعه البادي تيشوز. الايكوز هي المرتده نتيجه التفاعل ما بين الويفز وما بين التيشوز، بيرتد ايكوز، وهي ديت اللي بنشوفها على السكرين بتاعه الشاشه. طيب ليه سموه الترا ساوند؟ الترا ساوند لانه المجال بتاعه اعلى من مجال السمع بتاعي كهيومن بين. هو المجال بتاعنا احنا بيمتد ما بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، يعني 20000 هرتز. ده المجال اللي انا ممكن اقدر اسمعه عنه. اكتر من 20000 هرتز، يعني اكتر من 20 سايكل بير سكند، اللي هو الهرتز طبعا ال 1000 هرتز بكيلو هرتز. فال 20000 هرتز يعني 20 كيلو هرتز. اعلى من 20 كيلو هرتز ده بيسموه الترا ساوند. طب بالنسبه احنا لينا احنا في الدايجنوستيك، الدياجنوستيك اللي هو اعلى من 2 ميجا هرتز، والميجا هرتز 1000 كيلو هرتز، يعني مليون هرتز، يعني اعلى من 2 مليون هرتز. ده بنستخدمه احنا في الدياجنوستيك لانه كان بنتريت البادي تيشوز وانتر اكت ويديني تفاعل ويظهر منه ايكوز. طب المجال اللي احنا بنستخدمه في التشخيص هو من 2 الى 10 ميجا هرتز. يبقى انا اطلع بالسلايد ده ايه؟ بطلع من السلايد ده ان الالترا ساوند ويف ده ويفز اعلى من مجال السمع اللي هو خاص بالانسان. والمعلومه الثانيه اللي بطلع منها بالسلايد ان الرينج اللي انا بستخدمه في الدياجنوستيك بالنسبه للمجال البيطري من 2 الى 10 ميجا هرتز.
طيب ازاي الالترا ساوند ويف دي بتطلع وازاي بترتد تاني عن بشكل اللي هو الايكوز دي خاصيه فيزيائيه بنسميها البيزو الكتريك افكت. البيزو الكتريك افكت دي بعض المواد ليها خاصيه ان هي بتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه والعكس يعني برضو بتحول الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربائيه. هم استغلوا الخاصيه ديت عن طريق هي حاجات زي الكريستال او بعض السيراميك سبستانس استغلوها ان هي تعمل اندكشن للالترا ساوند ويف اللي هي الرينج بتاعها اعلى من 2 ميجا هرتز. طيب ازاي بتشتغل؟ انا اول ما بشغل الالكتريك امبلس او بدي كهرباء او بشغل الكهرباء او الجنريتور او حتى البطاريه بيديني الكتريك امبلس اللي هو طاقه كهربائيه بترتد في الكريستال اللي موجوده في البروب. الكريستال دي بتتهز بتطلع طاقه ميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه دي بيطلع منها التراسونوجرافيك ويفز. التراسونوجرافيك ويفز اللي بتطلع ديت غير مرئيه وغير مسموعه بالنسبه لي انا كيومن ولكنها تستطيع بنتريشن للبادي تيشوز وانتر اكت مع الاورجانز. نتيجه الانتر اكشن مع الاورجانز بينتج ايكوز. ولو جيت حضراتكم هنا كم سهم؟ ادي 1 2 3 4 5. اما هنا 4 اسهم. يعني معنى كده مش كل الويفز اللي بتدخل كلها بترتد للكريستال تاني، لا، لان في بعض الويفز بيحصل لها ابزوربشن او بيحصل لها سكاترينج زي ما هنعرف بعدين. الايكوز اللي بتطلع دي بتطلع بترتد تاني في الكريستال، والكريستال ديت بيحصل لها اهتزازات برضو تتحول الى ميكانيكال ويفز، والميكانيكال ويف دي بتطلع على السكرين في شكل صوره. يبقى اذا الصوره ديت تفسير لحركه ميكانيكيه مرتده من تفاعل الويفز مع الاورجانز اللي هي بتطلع حاجه اسمها الايكوز. ده شكل سريع كده، اتمنى ان يكون الموضوع واضح لحضراتكم. ده كده البروب بيطلع الويفز الترا ساوند ويف لغايه ما يوصل، طبعا ده بينتريت السيرفيس بتاعت البادي لغايه ما يوصل للاوبجكت اللي انا عايز افحصه انتر اكت، وبعد كده بيرجع يرتد تاني للسندر او اللي هو السيكتور او البروب علشان يترجم لي الشكل ده في شكل صوره. طيب الالترا ساوند تيشو انتر اكشن، انا دلوقتي دخلت الالترا ساوند ويف هيتفاعل مع الجسم هيرتد منه ايكوز. طيب انا بقسمت الموضوع ده الى 3 اجزاء، يا اما التفاعل دوت ما يطلعليش اي ايكوز، يعني كل الويفز اللي دخلت امتصت كومبليتلي ابزوربد من التيشو وبالتالي ما حصلش ريفليكشن، يعني ما فيش ايكوز رجعت للسيكتور او البروب تاني، فده بنسموه نو ايكوز. يبقى في حاله نو ريفليكشن اللي هو معنى التاني اللي هو كومبليت ابزوربشن، يعني ما فيش ايكوز. نو ايكوز يعني انيكويك، وانيكويك تظهر على الشاشه في شكل بلاك، واللي بيعمل الكلام ده هو البادي فلويد. يبقى اذا لو انا بفحص اورجانز الاورجانز ديت فيها فلويد، الالترا ساوند ويف اللي داخله لها هتمتص ومش هترجع تاني، مش هترتد بشكل ايكوز، وبالتالي هتدي سواد على الشاشه لانها مطفيه، لانها ما رجعتليش الوميض او الايكوز اللي هتعمل لي الوميض اللي هيطلع في الشاشه. عشان كده حتى الجهاز اللي احنا بنستخدمه او التكنيك اللي احنا بنستخدمه بيسموه بي مود او البرايتنس مود، لانه بيعتمد على البرايتنس من البلاك للوايت. الحاجه الثانيه نتيجه التفاعل ممكن جزء يمتص وجزء يحصل له ريفليكشن، يعني جزء يمتص انا بفحص اورجانز والاورجانز ده امتص اجزاء وارتد اجزاء. ده بيحصل دايما في السوفت تيشوز. نتيجه ايه؟ نتيجه ان السوفت تيشو عباره عن ميكس ما بين خلايا وما بين بلاد، يعني ميكس ما بين سيلز وفلويد، وبالتالي في السيلز ديت هتعمل لي ريفليكشن والفلويد ديت هتعمل لي ابزوربشن، فبيبقى في ميديم ايكوز هترتد تاني وبيظهر الشكل اللي على الشاشه بيبقى ما بين الهايبو كويك اللي هو الجراي الى الايكوجينيك اللي هو سلايت وايت. ده بيحصل مع سوفت تيشو. يبقى اذا لو انا بفحص اورجانز فيها سوفت تيشو او في سوفت تيشو بفحصه بالالترا ساوند، السوفت تيشو ده هيمتص جزء وهيعكس لي جزء، وبالتالي الجزء اللي هينعكس على حسب قوه الاشعه المرتده
هتظهر على الشاشة. لو الأشعة دي مرتدة شكل قليل هتظهر لونها جري أو سلايتلي جري، يعني ما بين البلاك والجري. لو ارتدت أعلى مور إيكوجينيك اللي هي بنسموها هايبو أوكويك. طيب لو زادت أكتر السيلز وزادت الريفليكشن اكتر بتظهر لي اللون الوايت اللي هو اسمه ايكوجينيك. في بعض الاورجانز بتعمل لي كومبليت ريفليكشنز. ليه؟ خلي بالكم حتى في المصطلحات اللي انا بتكلمها هتلاقيني بقول الترا ساوند ويف في بعض الكلام وايكوز في بعض الكلام. الترا ساوند ويف يعني لسه ما اتفعلتش، يعني لسه ما ظهرش الايكوز. فبالتالي في بعض الاورجانز بيدخل لها الالترا ساوند ويف وبتعمل كومبليت ريفليكشن ليها، وبتعمل كومبليت ريفليكشن بسترونج ايكوز، يعني كميه الايكوز اللي بتطلع تكاد تصل الى 100%. يعني انا لو مدخل مثلا 5 او مثلا سيدا اكزامبل، يعني 5 ويفز هيرتدوا لي 4 او 5 ايكوز، وده بيظهر على الشاشه في الشكل الوايت او الهايبر كويك كمصطلح، وده بيحصل مع الهارت تيشوز والفورين بوديز والجازز. يبقى دلوقتي لو احنا شفنا البادي تيشوز او الاورجانز اللي موجوده، يا اما فلويد يا اما سوفت تيشو يا اما هارت تيشوز يا اما جازز، ده شيء طبيعي. يعني ده كل الجسم بتاعنا او جسم الكائن الحي بيتكون من كده، فلويد وسوفت تيشو وهارت تيشو وجازز. الهارت تيشو زي البون يعني. طيب الفلويد بتمتص يبقى نو ايكوز، هتطلع تطلع سودا. السوفت تيشو بتمتص جزء وتعكس جزء فهتبقى هايبوكويك، والهايبوكويك ليها درجات على حسب الكوندنسيشن بتاع التيشو دوت، السيلز في اكتر ولا البياض في اكتر. الهايبر اوكويك او اللون البياض الناصع اللي هو الغامق زي الفلوريسنس. يبقى اذا ده الثري انتراكشنز اللي بتحصل من الالترا ساوند تيشو انتراكشن. هنا السكرين بقى، انا ارتديت الايكوز، فالايكوز ديت بتترجم تفاعل حصل مع الاورجانز اللي هي مرت بيها الويفز وهي ماشيه في تيشوز، عدت البادي وول، بعد كده دخلت في السبكوتينيوس، بعد كده دخلت في الماسلز، بعد كده دخلت في البروتونيوم، بعد كده وصلت للأورجانز، تفاعلت مع الأورجانز بكل محتوياته كأناتومي من سيلز من بلط، وبعد كده ارتد الأشعة تاني. طول ما هي بترتد بتترجم التفاعلات اللي هي تفاعلته. فإذا هنا بتلاقي في الأشكال ديت كصورة دوتس. الدوتس ديت تتجمع اللي أنا فحصته شكله عامل إزاي، أو الصفة التشريحية بتاعته شكلها عامل إزاي. حاجة زي مثلا زي الشكل اللي قدامنا ده، بغض النظر عن اسمه، انا مش عايز اقول اسمه ايه، انا فحصت الاورجانز ده، حطيت البروب، طلع لي هنا ايكوز على السكرين بتاعتي. فانا شايف هنا في ايكوز لونها رمادي، في هايبو اوكويك، في جزء في الاورجانز اللي انا بفحصه ده لونه هايبو اوكويك، وفي اورجان لونه بلاك، وفي هنا هايبر اوكويك يعني ايكوجينيك شويه ايكوجينيك، وفي برضو هنا ايكوجينيك، وفي هنا هايبو اوكويك في الجزء ده. تعال نترجم الشكل ده. طبعا اول ما الجسم اول ما الاشعه بتخترق السكين اللي هو الجزء اللي تحته ده بيبان ايكوجينيك، بعد كده السبكوتينيوس تيشو اللي هو اللون رمادي ده اللي هو الشبه الاسود ده، بعد كده الخطين دولت اللي هم الخطين بتوع البروتونيوم، بعد كده ده الاورجانز ده بيعبر لي عن الليفر. الليفر عباره عن بارينكيما، هيباتيك بارينكيما، خلايا سوفت تيشو وفيها بلط. البلط هيبان اسود والسوفت تيشو هيبان جراي، والوول بتاع البلط فيزلز بيبان لونه ابيض. ده برضو اورجانز في الليفر. هنا في الجول بلادر لونها اسود لانها كونتيننج فلويد، وفي هنا الوول بتاعها ايكوجينيك وهو لونه هايبو اوكويك. يبقى احنا لو جينا شفنا الديفرنت اورجانز اللي موجوده شكلها بيبقى عامل ازاي في السكرين. انا عارف ان الموضوع، انا بحاول اتكلم بسرعه لان الموضوع دوت كانترودكشن، انا عارف انه اتشرح قبل كده من دكتور محمد جمعه. الايكوجينيستي اوف بادي تيشوز فروم لور تو هاير، يعني هنبدا من الاقل للاعلى اللي هو الانيكويك لغايه الهايبر ايكويك. الانيكويك زي ايه؟ زي البايل، اليورين، البلط اللي هي البادي فلويد. هايبو ايكويك اللي هي الجري، الرينا المضله،
والماسلز رينال كورتكس والليبر، ده بيبقى اللون بتاعها مايل للجراي اكتر، يعني نسبه الفلويد مع السيلز تقريبا 50% 50%. تبتدي يحصل كوندنسيشن لبعض الخلايا فبيبان لونها ايكوجينيك زي الفات، السبلين، بروستيت، ساينس، رينال ساينس، الاستراكشر فات، الفيزلز بتاعت البلد، الول بتاع البلد فيزلز والباوندرز بتاعت الاورجانز، دي كلها بتبان ايكوجينيك. الهايبر اوكويك اللي هي بتعمل لي ريفليكشن تقريبا اب تو 100% للالترا ساوند ويف، بتبقى زي البون، الجاز، الكالسيفايد تيشوز والفورين بادز. قدرت اراها واقول ان الجرنزاب بتحصل دوت في فلويد في سوفت تيشو، والسوفت تيشو كومبنسيشن بتاعها قد ايه على حسب اللون بتاع البرايتنس بتاعها على الشاشه، واذا كان فيها هارد تيشو ولا لا. يبقى الصفه التشريحيه بتاعه الاورجانز طول ما انا عارفها اعرف اذا كانت ديفييتد تو اب نورمال ولا هي نورمال استراكشر. يعني اورجانز انا عارف ان هو في نسبه تيشو قليله زي الليفر، لو لقيته بدل ما هو هايبو اوكويك وصل ان هو بقى ايكوجينيك، بدل ما هو هايبو يعني بدل ما هو رمادي وصل بقى ايكوجينيك، معنى كده ان حصل كوندنسيشن للهيباتيك بارينكيما بالسيلز اكتر من الفلويد، وبالتالي ده بيحصل في حالات زي حالات الفاتي ليفر، او في حالات لو في مثلا ابسيسيشن او اي ابنورمال زي هيباتيك ديستراكشن او هيباتوتوكسيك ماتيريال. طيب ندخل في الشغل اللي هو احنا هختار جزء صغير يهمني انا في الفحوصات الخاصه في الامراض البطن، اللي هو الالترا ساوند ارتفاكت. يعني ايه ارتفاكت؟ ارتفاكت ديت اشكال بتظهر لي على الشاشه غير حقيقيه، ولكنها لكن هختار منها الاجزاء اللي تفيدني انا في التشخيص بتاعت الامراض البطن. وخلي بالكم انا لغايه دلوقتي بدي انترودكشن، لسه ما جاوبتش على السؤال الاساسي بتاع المحاضره، هل السونار مفيد وهام في تشخيص الامراض البطنه، وهل هو مهم في الاستخدام في الفيلد ولا لا؟ انا لسه ما جاوبتش، انا بس بدي مقدمه. الالترا ساوند ارتيفاكت انا بقسمها الى جزئين، في الاورجانز الترا سلويد بيمتص الاشعه بنسبه 100% وبالتالي بيظهر لونه بلاك لان مفيش ايكوز رجعت، وبالتالي نو ايكوز يعني كومبليت ابسوربشن. وعرفنا ان البون والجازز بتعمل كومبليت ريفليكشن اب تو 100% وبالتالي بيظهر لها ايكوجينيك او بتبقى مور هايبر ايكوي. الاورجانز اللي بتعمل لي ابسوربشن 100% والاورجانز بتعمل لي ريفليكشن باي 100% الاثنين بيظهر ليهم ارتيفاكت بتديني دلاله ان الاورجانز ده عمل لي ابسوربشن او عمل لي ريفليكشن. طب تعال نشوف ايه هي الارتيفاكت اللي بتيجي من هنا وايه الارتيفاكت اللي بتيجي من هنا. بالنسبه للاورجانز اللي هوتش ابسورب الفلويد باي 100% زي الفلويد، بيظهر حاجه اسمها اكوستيك انهانسمنت. اكوستيك انهانسمنت، انهانسمنت يعني ايه؟ يعني في بروباجيشن او في زياده في الكلر، في زياده في الكلر. اكوستيك اللي هو اللون اللي هو البياض، يعني في زياده في اللون الابيض انهانسمنت فيها. ليه بيظهر؟ بيظهر مع الفلويد. ليه الفلويد؟ احنا اتفقنا ان هو بيعمل امتصاص للالترا ساوند ويف باي 100%. يعني الالترا ساوند ويف تدخل كده دخلت على جزء فيه فلويد، الفلويد ده امتص لي الاشعه بنسبه 100%. الاشعه اللي داخله في الاورجانز هنا جنبيها هنا سوفت تيشو، هنا في سوفت تيشو اللي هو هايبوكويك. الاشعه اللي داخله في البلاد او داخله في الفلويد دي بيبقى درجه امتصاصها ودرجه دخولها تبقى اسرع من التيشوز اللي من الويفز اللي داخله هنا. الويفز اللي داخله هنا بتتفاعل مع سوفت تيشو وبيرتد منها جزء وبتنزل وبيرتد جزء وبتنزل وبيرتد جزء، فبتاخد وقت طويل عقبال ما توصل لتحت. لكن هنا الاورجانز ده عمل لي بروباجيشن للويف، وبالتالي اول ما الويف دخلت لها امتصتها، فبنزل للديستال ستراكشر اللي تحتي اسرع من النيبرنج اورجانز. يعني الالترا ساوند ويف اللي داخل الفلويد تبقى ماشيه بسرعه اكتر من الالترا ساوند ويف اللي ماشيه في السوفت تيشو.
طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاورجانز اللي تحت او اللي هو اللي تحت اللي تحت البدر هيجيب اشعه او ويفز كتيره عن الاورجانز اللي جنبه، وبالتالي بيظهر هو لونه هايبر ايكويك، ولكن هو مش كده يعني، هو في الواقع مش لونه هايبر ايكويك يعني، دي ارتفاكت، ولكن الارتفاكت ادتني دلاله ان الاورجانز اللي فوقيها ده انهانس الالترا ساوند ابزوربشن او بيعمل ابزورب للالترا ساوند ويف باي 100%، يعني معنى كده ان في فلويد. يبقى اذا الاكوستيك انهانسمنت ده هايبر ايكويك ستراكشر بريزنت ديستال تو فلويد او الاورجانز ويتش ابزورب الالترا ساوند ويف باي 100%. طب هو له دلاله في التشخيص؟ طبعا له دلاله في التشخيص، انه بيقول لي ان الحته دي فيها فلويد والفلويد ده كلير ما فيهوش خليه. يعني مثلا لو انا مثلا اورجانز او مكان عارف ان هو ما فيهوش فلويد، انا بفحص سي مثلا الليفر ولقيت فيه ساك والساك دي تحتيها اكوستيك انهانسمنت، انا عارف ان ما فيش جوه الليفر ساك غير الجول بلادر، وانا بفحص مكان بعيد عن الجول بلادر ولقيت فيه ساك تحتيها اكوستيك انهانسمنت، معنى كده ممكن يكون فيه سيست، فيه سيست او لسه فيه ابسس في الايرلي ستيج. يبقى اداني دلاله للتشخيص، اداني دلاله للتشخيص، يبقى هو هيلبفول ان بيديني دلاله ان الجزء اللي فوقيه فيه فلويد. الحاجه الثانيه بقى اللي هو الاورجانز ويتش ريفلكت، الاورجانز ويتش ريفلكت الالترا ساوند ويف باي 100%. يبقى انا دلوقتي الارتيفاكت الاولانيه بتيجي من الاورجانز ويتش ابزورب الالترا ساوند ويف باي 100%، اما بقى الارتيفاكت اللي جايه ديت بتيجي من الاورجانز ويتش ريفلكت الالترا ساوند ويف باي 100%. الاول ارتيفاكت اللي هو الاكوستيك شادوينج، اكوستيك شادوينج، شادوينج يعني خيال، وده بيجي ليه؟ بيجي نتيجه الالترا ساوند ويف هي ماشيه طبيعي جدا، اصطدمت باورجانز بيعمل لي ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%، فرجعت تاني وبالتالي ظهر تحتيها اماكن او مكان ما فيهوش او ما وصلتلوش الاشعه، المكان ده ما وصلتلوش الاشعه، فبالتالي بيظهر زي خيال، بيظهر زي خيال بنسميه اكوستيك شادوينج. يبقى ايه الاكوستيك شادوينج؟ الاكوستيك شادوينج ده عباره عن بلاك او جريش سلايت جريش او بلاك ستراكشر بريزنت ديستال تو ذا اورجانز ويتش ريفلكت ذا الترا ساوند ويف باي 100%. طب ايه هم دولت؟ زي البون، زي الكالسيفايد تيشوز، زي النون ميتاليك فورين بودي. خلي بالكم من الموضوع. طب ايه دلالته في التشخيص؟ له دلاله في التشخيص. طب تعالى نشوف ايه دلالته في التشخيص. انا عندي مثلا حاجه زي مثلا البلادر مثلا او اليورينري بلادر. اليورينري بلادر لونها ايه؟ هي بلاك نتيجه ان هي بتحتوي على يورين، وبالتالي اليورينري بلادر لما باجي افحصها هتعمل لي ابزورب للالترا ساوند ويف باي 100%، فهيبان تحتيها اكوستيك انهانسمنت زي ده. طيب هنا جوه اليورينري بلادر في ستراكشر غريب، والستراكشر ده تحته ديستال شادوينج، معنى كده ان في جزء جوه البلادر عمل لي ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%. ده عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيفايد ماتيريال اللي هو البلادر ستون. يبقى اذا شكل الارتيفاكت اللي قدامي ده اداني دلاله تشخيصيه ان في جوه البلادر في كالسيفايد سبستانس او ستون. برضو وانا بفحص مثلا الابدومين لقيت مثلا ان الحاله اللي بفحصها ديت بريجننت وظهر لي الفيتس بالشكل ده، ده ايه؟ ده موجود اهوت هنا الريبس بتاع الفيتس، بون اللي هي الهايبر اوكويك اللي هو الخط الهايبر اوكويك اللي انا بشاور عليه ده هايبر اوكويك، والهايبر اوكويك ده تحتيه ديستال شادوينج، يعني اللون البلاك اللي تحتيه ده ارتيفاكت، ده ارتيفاكت بيديني دلاله على ايه؟ بيديني دلاله ان في جزء هنا عمل ريفليكشن للبون باي 100 الريفليكشن للويف باي 100% زي الريبس ده الفيتال ريبس. ده برضو استراكشر ظهر لي وانا بفحص في الليفر، لو جيتوا حضراتكم شفتوا كده هتلاقي الليفر هوموجينس لونه هايبو اوكويك وفي اجزاء سوداء، طبعا ده البلاد فيزلز، هتلاقي هنا في جزء استراكشر لونه هايبر اوكويك هايبر اوكويك وتحتيه ديستال شادوينج. ده معناه ايه؟ معناه ان في جزء في الليفر جوه الليفر عمل ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%. اناتوميكال ستراكشر في الطبيعي مفيش. طيب ايه اللي يخلي الليفر يدخل جواه حاجه تخليها بقت زي الكالسيفايد سبستانس؟ ده ممكن يكون كالسيفايد بايل داكت،
او ممكن تكون كالسيفايد اكسس، وهي طبعا على حسب الفحص بتديني دلاله، وده طبعا حاله كانت كرونيك فاشولياسيس فيها كالسيفايد بايل داكت وتحتيها ديستال شادوينج، وده دلاله تشخيصيه مهمه جدا ان الاورجانز ده بيعمل ريفليكشن او الجزء ده بيعمل ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%. انا بحاول اسرع في الموضوع عشان انا عارف ان الموضوع متعب شويه. الحاجه الثانيه في الارتيفاكت اللي بتعمل لي برضو اللي بتظهر في الاورجانز which reflect الترا ساوند ويف باي 100% بنسميها الريفربريشن ارتيفاكت. الريفربريشن ارتيفاكت دي خطوط عرضيه بارير تو اتش اذر، يعني هنا شايفين مثلا هنا خط تحتيه كذا خطوط تحتيه بارير تو اتش اذر. ده بيحصل فين؟ بيحصل للاورجانز اللي هي كونتين هالو، اللي هي هالو اورجانز كونتيننج جاز. يعني انا لو بفحص اورجانز، الاورجانز ده محتواه بس جازس، يعني ما فيهوش حاجه ثانيه غير جازس، يعني هو هالو اورجانز كونتيننج جاز، يعني ما فيهوش اي سوفت ستراكشر، ما فيهوش سوفت تيشو، هو هالو اورجانز كونتيننج جازس. والالترا ساوند ويف اخترقت الاورجانز ده، كل الالترا ساوند ويف هترتد للجسم تاني او للسكرينه تانيه وتديني الريفربريشن ارتفاكت. يبقى الريفربريشن ارتفاكت هي خطوط عرضيه ميديال تو ذا اورجان، هو الاورجان اللي عمل ميديال تو ذا اورجان ويتش ريفليكت الالترا ساوند ويف، وتبقى بارير تو اتش اذر، وبتنزل مع النزول ديستال بلاقيها بتظهر في الحجم. طبعا ده بيحصل زي وانا بفحص مثلا حاله زي نورمال لانج، واللانج في الطبيعي بيبقى فيها جازس، بحط البروب على الرئه بلاقي فيه الشكل بتاع الريفربريشن ارتفاكت، ده معناها ان اللانج دي كونتيننج اير، يعني اللانج دي طبيعيه. طيب لو انا بفحص اللانج ولقيت فيه جزء هنا ما فيهوش ريفربريشن ارتفاكت وبقى شبه سوفت تيشو، بقى لونه زي لون الليفر او هايبوكويك، بمعنى كده ان الجزء اللي داخل اللانج ده ما فيهوش هواء، ريبليسد باي سوفت تيشو، ببتدي اقدر احدد حجمه واقول الحاله ديت فيها قد ايه كونسوليديشن او فيها قد ايه هيباتايزيشن، واقدر اوصل للحجم المشكله داخل الرئه قد ايه. ودي طبعا من الحالات اللي بتبقى دايجنوستيك جدا في التشخيص. الحاجه الاخيره في الارتفاكت اللي بتيجي من الاورجانز ويتش ريفليكت الالترا ساوند ويف باي 100% اللي هو بنسميه كوميت تيل ارتفاكت. الكوميت تيل ارتفاكت ده هو شبه الديستال شادوينج بس بيبقى لونه جراي، يعني هو او ديرتي شادوينج، يعني احنا بنسميه حتى ديرتي شادوينج. وده بيحصل امتى؟ بيحصل في حاجتين، يعني كناحيه تشخيصيه او كناحيه براكتيكال بنشوفها في حاجتين، يا اما في الماينيوت جازس اللي هي الجازس الصغيره، او الميتاليك فورين بالز، يا اما ماينيوت جازس او ميتاليك فورين بالز. يعني لو جينا شفنا الاورجانز ده لانج، طب في ريفربريشن ارتفاكت اهي، طبعا الخط الابيض ده اللي هو الاولاني ده البلوره، ده كده البلوره، هنا الاشعه اخترقت البلوره، تمام مفيش مشكله، البلوره بتعكس جزء وبتمتص جزء فبتبان لونها هايبر اوكويك. بعد كده نزلت الاشعه لقت جازس فانعكست، فراحت مصوره البلوره كذا لقطه عملت ريفربريشن. لكن هل ده واقع؟ لا، ده غير واقع، ولكن دلاله ان الاورجانز ده لسه مازال فيه هواء. يبقى ده كده ده البلوره لاين، ده كده البلوره لاين، ودي ريفربريشن ارتفاكت. يعني ايه؟ يعني الجزء ده فيه هواء، ده هل اورجانز كونيكا؟ امال ايه دول؟ دول كوميت تيل ارتفاكت. طب جم ليه؟ جم نتيجه ان في هنا ماينيوت جاز على البلوره سيرفيس هنا، وهنا في ماينيوت جاز. قال لا طب يا دكتور، ما هو كل اللانج جازس، اشمعنى الحتتين دول اللي ظهر ليهم كوميت تيل وما ظهرش ليهم، واشمعنى دولت الماينيوت؟ ده معناه ان في جزء صغير جدا حصل له انفلاميشن في البلورال سيرفيس هنا اهو، او تحت البلورال سيرفيس حصل له انفلاميشن، وبعد كده حصل له كونجيشن او اوديما فضيقت اللومن بتاعه الالفولاي، فالهواء صغر عن الحجم الطبيعي، او جزء حصل له كونسوليديشن صغير، بس لما حصل كونسوليديشن في بعض الغازات ما زالت موجوده داخله، فهو ده في سوفت تيشو او في اوديما، يعني في سوفت تيشو من كونسوليديشن او في اوديما من انفلاميشن، بس جواها لسه تحتوي على ماينيوت جاز. فمعنى كده ان الكوميت تيل ارتفاكت اللي مظهوره اللي بتظهر في اللنج دي معناها ان في بعض الماينيوت جازز في
السيرفيس بتاعت الفولاي او السيرفيس بتاعت اللنج، وده دلاله على الايرلي ستيج من الانفلاميشن او لسه الجزء حصل له هيباتايزيشن لسه في بدايته. يبقى الكامت تيل ده بدايه مشكله في اللنج وبديني دلاله، وهو على الرغم ان هو ارتفاكت بس بيديني دلاله تشخيصيه. الحاجه الثانيه اللي هي الميتاليك فورين بادن، لو جينا لاحظنا هنا هتلاقي فيه هنا جزء هايبر اكويك وتحتيه كامت تيل ارتفاكت، ده هايبر اكويك وتحتيه كامت تيل ارتفاكت. الكامت تيل ارتفاكت ده برضو ده غير طبيعي، انا ده اورجانز بفحصه، ده الروتيكولوم، الروتيكولوم اهو. طبعا هنعرف كل حاجه دلوقتي بالتفصيل، بس انا يعني ايه، في الطبيعي ان الروتيكولوم ده بيظهر مفيش اي مشكله او مفيش الجزء ده مش موجود. فانا بفحص الروتيكولوم لقيت هنا هايبر اكويك سبستانس وتحتيها كامت تيل، ده معناه ايه؟ ده ميتاليك فورين بادلز، ده ميتاليك فورين بادلز. يعني معنى ايه؟ معنى كده ان الحاله ديت بلعه فورين بادلز، والفورين بادلز اللي بلعه ده ميتاليك. طب هل هو اخترق الروتيكولم وعمل لي مشاكل ولا لا؟ طبعا ده هنعرفه تفصيليا بعد كده، ولكن لا، لانه لسه فيكسد في روتيكولم اهو، في روتيكولر رول لسه فيكسد، وطول ما القامت تيل ظاهره جوه روتيكولم معناه ان هو لسه ما عداش بره روتيكولم. ودي طبعا حاله مهمه جدا ان احنا بناخد عن ديسيشن فيها ان احنا ممكن نتدخل فيها رومانوتومي، بتجيب نتائج ممتازه. انا كده خلصت الـ لا لسه الجزء اللي هو بالنسبه للجزء اللي هو الارتفاكت. في عندي دلوقتي انا ككونكلوجن وهديكم دلوقتي الكيسه بنطبق فيها اللي فات. ككونكلوجن انا عندي الارتفاكت كامراض بطنه اللي هي بتهمني، في ارتفاكت بتيجي من الاورجانز ويتش ابزورب فلويد، ابزورب الالترا ساوند ويف باي 100% زي الفلويد، وبنسميها الاكواستيك انهانسمنت. وفي اورجانز بتعمل لي ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%، ودي بتديني ارتفاكت. ودول الثلاثه ارتفاكت، اول واحد اللي هو الديستال شادوينج، ثاني واحد الريفربريشن ارتفاكت، ثالث واحد الكامت تيل. الديستال شادوينج بتيجي مع الهارد تيشوز زي البون، الريفربريشن بتيجي مع الهالو اورجانز كونتيننج جاز زي اللنج، والكامت تيل بتيجي مع الماينيوت جازس زي في حالات الايرلي ستيج اوف لنج كونسوليديشن او البلمونري اوديما، وتيجي مع الميتاليك فورين بوديز زي في حالات التروماتيك كريتيكال بروتونيتس في الايرلي ستيج اوف بيرفوريشن. طيب تعالوا برضو ناخد اكزامبل كده يفيدنا او نشوف الارتفاكت دي فادتني في ايه. تعالوا نشوف الارتفاكت دي فادتني في ايه. هناخد اكزامبل كده زي الابسس. تعالوا هنا مثلا في الصوره الاولانيه ده هنا في، لو جيتوا حضراتكم لاحظتوا كده في دايره هنا، الدايره اللي لونها هايبوكويك اهي، وفي تحتيها ديستال شادوينج. معنى ان في تحتيها ديستال شادوينج يعني معنى كده ان الاورجانز ده ابزورب الفلوي ابزورب بالالترا ساوند ويف باي 100%، يعني معنى كده ان ده كلير فلويد. حتى لو مش ظاهر لي بالالترا ساوند ان هو كلير، بس طالما ظاهر ان في ديستال شادوينج معناها ان هو كلير. يعني ايه؟ يعني ده ممكن يكون، لو هو مش كلير ممكن يكون عندك مشكله في تظبيط الجهاز كجين كالترا ساوند جين، لكن طالما ظاهر في ديستال شادوينج معنى كده ان الاورجانز اللي فوقيها كونتيننج كلير كلير فلويد. طيب ده معناه ايه؟ معناه ده ان هنا في الابسس في المرحله دي، الابسس في المرحله دي في فلويد اكتر من السيلز، يعني اكتر من البص، وده يعتبر ايرلي ستيج اوف ابسيسيشن. يبقى انا دلوقتي ممكن اقدر اعرف الستيج اوف ابسس عن طريق الارتفاكت. في الايرلي ستيج بيبقى كونتيننج فلويد مور ذان سيلز، وبالتالي بيعمل لي ابزوربشن للالترا ساوند ويف فبيدي لي الاكوستيك انهانسمنت. الستيج الثاني ابتدت الخلايا تتكون جوه الابسس زي ما انتم شايفين هنا، الخليه ادي الابسس اهو سيركمسكرايبد، والخلايا ابتدت تتكون جوه الابسس بقت لونها جراي او هايبو اكويك. اول ما ظهر الخلايا وابتدى بقى يحصل فيه امتصاص لبعض الاشعه وانعكاس لبعض الاشعه، السوفت تيشو هتعكس والفلويد اللي موجوده هتمتص، فابتدى يبقى يعتبر سوفت تيشو، وبالتالي اختفت الديستال شادوينج. الديستال شادوينج من هنا اختفت. الستيج ده معناه ايه؟ ان هو ابتدى يحصل له رايبنينج. طيب هنا ابسس تاني، هنا اهو ابسس كبير اهو. ولسه في ديستال شادوينج. ده كله الابسس، ده كله حجم الابسس، ولسه في ديستال شادوينج. ديستال شادوينج معناها ايه؟ معناها ان الكلير فلويد اكتر، معناها اكتر. طب بصوا بقى حضراتكم هنا، انا شايف هنا في كامت تيل، وهنا في هايبر اكويك سبستنس وتحتيها كامت تيل، وهنا في كامت تيل. ايه دول؟ ايه الكامت تيل اللي طالعه دي؟
احنا قلنا القامت تيل بتيجي اما فورين بوديز ميتاليك فورين بوديز او نتيجه ماينيوت جازز. طيب جوه الابسس ده هل ممكن يكون الابسس اللي انا شايفه ده سببه ميتاليك فورين بوديز ولا اللي جوه دي ماينيوت جازز؟ باللوجيك استحاله يكون ميتاليك فورين بودي لانه مش سنجل ده مالتيبل، يعني مش هيدخل جوه الابسس مثلا اربع مسامير او اربع دبابيس، الموضوع صعب تمام. فلكن الجازز تبقى مالتيبل، يبقى انا لو لقيت مالتيبل ايكوجينيك سبستانس ويز كوميتيل ارتيفاكت جوه الابسس معنى كده ان في جاز فورمينج بكتيريا موجوده جوه الابسس وهتبتدي تطلع لي بص وتخش لي في المرحله اللي هي السكند ستيج. يبقى ده كده كوميت تيل نتيجه وجود جازز جوه الابسس. لكن لو لقيته سنجل حاجه واحده بس وتحتيها كوميت تيل ارتيفاكت، ده بشك ان ممكن يكون فورين بودي جوه الابسس وهو اللي عامل لي او السبب الاساسي من الابسيستيج. طيب تعالوا بقى شوفوا الفرق ما بين الصوره الاولانيه دي والصوره الاخيره دي. الابسس هنا تحتيه اكوستيك انهانسمنت، اما هنا في جزء لونه ابيض بقى لونه ايكوجينيك، هنا لونه هنا انيكويك وهنا هايبر ايكويك. طيب هنا انيكويك وتحتيه ايكوجينيك انهانسمنت، هنا هايبر ايكويك وتحتيه انيكويك شادوينج. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الابسس ده حصل له كالسيفيكيشن. طبعا ده في الليفر زي الحاله اللي احنا شايفينها على اليمين دي، ده البي ام بتاعها، ده بقى حصل للابسس كالسيفيكيشن، مرحله الكالسيفيكيشن اتحولت الى كالسيفايد سبستانس، عملت لي ريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%، وبالتالي ظهر تحتيها شادوينج. يبقى اذا الارتيفاكت مهمه في التشخيص؟ مهمه في التشخيص، وانا اديت لكم اكزامبل زي الابتومينال ابسس وازاي بنقدر نميز او نعرف الرايبنينج او ديجري اوف رايبنينج بتاعته عن طريق الارتيفاكت. ده كده كان السيشن الاولاني، نستخلص منه ايه؟ نستخلص منه ثلاث حاجات احنا، او المفروض نكون عرفنا منه ثلاث حاجات. عرفنا يعني ايه الترا ساوند ويف، يعني ايه ايكوز، ايه الفرق بين الالترا ساوند ويف وايه الفرق بين الايكوز. عرفنا التفاعل ما بين الالترا ساوند ويف والتيشو انتر اكشن بينتج عنه ايه، يا اما كومبليت ابزوربشن يا اما كومبليت ريفليكشن يا اما بارت ريفليكتد اند بارت ابزوربد. وعرفنا الالترا ساوند ارتيفاكت اللي هي بتيجي من الاورجانز ويتش ريفليكت الترا ساوند باي 100%، الاورجانز ويتش ريفليكت ويتش ابزورب الترا ساوند باي 100%. كده احنا خلصنا السيشن الاولاني. ممكن ناخد خمس دقائق ديسكشن في السيشن الاولاني قبل ما ادخل في السيشن الثاني. دكتور محمد. تمام يا دكتور احمد. لو حد من الزملاء عنده اي استفسار في الجزء الاولاني، هو في يعني دكتور ايمان. دكتور ايه؟ بتقول حضرتك افرق، دكتور ايمان بتقول حضرتك افرق ازاي ده ميتاليك ولا جاز ولا لازم اكس راي؟ لا مش لازم اكس راي. طبعا هو الاكس راي مهم جدا في التشخيص، بس احنا بنتكلم على حاجه مور براكتيكال في الفيلد. يعني انا مش هشيل جهاز اكس راي واروح افحص بيه بقره في زريبه، فالموضوع هيبقى صعب. لكن انا معايا جهاز سونار، طب افرق ازاي؟ السؤال ده ممتاز جدا. بس بفرق ازاي؟ بفرق بالنمبر بتاعه الهايبر ايكويك دوتس اللي موجوده جوه الابسس. يعني ايه؟ يعني لو لقيته سنجل دوت وتحتيها كوميت تيل، فده غالبا بنسبه 90% ده فورين بادز. ليه؟ لان الجازز مش هتيجي سنجل، يعني الميكروب مش هيطلع جاز واحد بس، الميكروب مش هيطلع جاز واحد بس، والعكس صحيح، يعني مش هيحصل فيه مالتيبل بنتريشن لنفس الابسس من كذا فورين بادز. وبالتالي لما الاقي فيه مالتيبل دوتس تحتيها كوميت تيل ارتيفاكت، فعلى طول ده بيبقى الجازز. فالتفرقه بتيجي من الشكل بتاع الايكوجينيك دوتس اللي موجوده داخل الخراج او داخل الجزء اللي انا بفحصه. تمام. دكتور بيسأل حضرتك، ممكن الفرق تاني ما بين الويبز اند ايكو؟ نعم، ممكن الفرق تاني ما بين الويبز والايكو. تمام دكتور وليد، جه متاخر صح؟ طيب الويفز ديت اللي بتطلع من البروب. يعني احنا في خاصيه شرحناها في البدايه اسمها البيزو الكتريك افكت. البيزو الكتريك افكت دي خاصيه للكريستال اللي موجوده داخل البروب، يعني البروب اللي احنا بنحطه على الحيوان ده جواه كريستال. لما بدخل طاقه كهربائيه، يعني بشغل الجهاز اون، يعني بدخله طاقه كهربائيه،
الكريستال دي بتتهز وتطلع لي طاقه ميكانيكيه، يعني هي ليها القدره انها تحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه اللي طالعه دي ليها فريكوانسي، ليها فريكوانسي انا ما بسمعوش، يعني الترا ساوند، الترا ساوند فوق مستوى السمع. الفريكوانسي ديت اللي هي بتطلع دي اسمها الترا ساوند ويف. الترا ساوند ويف يعني طول ما هي لسه ما دخلتش او ما تفاعلتش في جسم الحيوان اسمها الترا ساوند ويف. طيب هي الالترا ساوند ويف دي دخلت وعملت بنتريشن للجسم وتفاعلت مع التيشوز. التفاعل ده بينتج عنه ارتداد ليها تاني او امتصاص، يا اما بترتد يا اما بتمتص. الجزء اللي بيرتد بيسموه ايكوز. يبقى الايكوز هو الويف بعد تفاعلها مع الاورجانز وحصلها ريفليكشن. الايكوز اللي راجعه دي مش شرط تكون عددها بنفس عدد الويفز اللي دخلت، لا ده لو عددها طلع نفس عدد الويفز اللي رجعت اللي دخلت، ده معناه ان الاورجانز ده عمل ريفليكشن باي 100%، يعني هيظهر له ارتفاكت. طيب لو هي الويفز دي دخلت وما حصلش فيه ريفليكشن لايكوز، يعني ما ظهرش ايكوز، معنى كده ان الاورجانز ده امتص الويفز وما عملش ايكوز باي 100% فيظهر له ارتفاكت. طيب لو سوفت تيشو هيمتص جزء وهيعكس جزء، الجزء اللي منعكس ده على حسب الاسترنس بتاعه وعلى حسب كميه الايكوز اللي راجعه هيظهر لونه على الشاشه بديجريز مختلفه، يا اما لونه هيبقى سلايت جراي يا اما وايت يا اما سيفير وايت او هايبر كولر. تمام؟ يبقى الفرق ما بين الويفز والايكوز، الويفز اللي طالعه من البروب والايكوز المرتده من جسم الحيوان. تمام؟ تمام. واضحه يا دكتور وليد ولا دكتور وليد؟ اه دكتور ابراهيم. تمام يا دكتور تسلم. تمام. في اي استفسار تاني؟ في اثنين. في دكتور عبد الرحمن عجبته قوي صوره الابسس اللي فاتت، وبيقول لو حضرتك ممكن تشرحها لنا تاني. طيب كديجري اوف ماتوريشن هنا هيت، هنا احنا بنستغل الويفز او بنستغل الارتفاكت اللي هو له دلاله تشخيصيه. الارتفاكت له دلاله تشخيصيه. طيب لولا الدلاله التشخيصيه بس في الحاجات النورمال، يعني مثلا انا مثلا عندي لنج فيها هواء فاداني قال لي ان اللنج دي طبيعيه، لا ده له دلاله تشخيصيه في الحالات الابنورمال. عن طريقه ممكن اعرف الديجري اوف ماتوريشن بتاع الابسس. مش احنا قلنا دلوقتي في الايرلي ستيج، او مثلا لو الفلويد، لو انا بفحص اورجان فيه فلويد هيمتص اشعه فيظهر له اكواستيك انهانسمنت. لو سوفت تيشو هيعكس ويمتص مش هيظهر له اصلا ارتفاكت. لو هارد تيشو هيظهر تحتيه اكواستيك شادوينج، وبالتالي الاستيج بتاعت الابسس ممكن اشخصها بالارتفاكت. تعال نشوف هنا الصوره الاولانيه. هنا سيركمسكرايبد ستراكشر، ده ابسس صغير حجمه صغير، بس انا عرفت ليه تحتيه اكواستيك انهانسمنت. طيب ما هو ممكن يكون سيست، ممكن يكون سيست عادي، ممكن يكون ابسس في الايرلي ستيج، ممكن تكون هيماتوما. انا مش مطلوب مني ان انا اقول دي ايه، بس انا مطلوب مني ان انا اشخص واعالج واشوف السكند ستيج بتاعه. هنا ده لو ابسس هيبقى في الايرلي ستيج. ليه يا دكتور عرفت ان هو في الايرلي ستيج؟ يعني ما بقالوش اصلا، ما عداش عليه 48 ساعه. طب انت حضرتك عرفت ازاي؟ عرفت ان لسه الابسس ده كونتيننج فلويد مور ذان بس، يعني ما فيهوش خلايا صديديه. ليه؟ طب انت حضرتك عرفت ازاي؟ عرفت ان في تحتيه اكواستيك انهانسمنت، يعني معنى كده ان الجزء اللي في الفلويد اللي فيه اكتر فامتص باشعه. هنا في السكند ستيج الانهانسمنت اختفت. طب اختفت ليه؟ اختفت لان ابتدى يظهر خلايا صديديه فابتدى يتحول الى سوفت تيشو، يعني زيه زي السوفت تيشو. هو سيركمسكرايبد، ما زال سيركمسكرايب كونتيننج بس سيلز مع انيكويك فلويد، ولكن بيعكس اشعه وبيمتص جزء وبالتالي مش هيظهر له ارتفاكت. يبقى ده حصل له سلايت رايبنينج، يعني دخل في الرايبنينج. هنا في الستيج في المرحله الثالثه هنا في اكوستيك انهانسمنت، ما زال في هنا اكوستيك انهانسمنت، معنى كده ان ده لسه في الايرلي ستيج، بس جواه ايكوجينيك ستراكشر تحتيها في كوميت تيل. ايكوجينيك ستراكشر تحتيها كوميت تيل. طب الكوميت تيل دي احنا قلنا بتيجي يا اما نتيجه ماينيوت جازس او يا اما نتيجه ميتاليك فورين بوديز. طيب دي ماينيوت جازس ولا ميتاليك فورين بودي؟ تعال نشوفهم، هل هم سنجل ولا مالتيبل؟ لو سنجل يبقى ده ميتاليك فورين بودي. لو مالتيبل يبقى عمره ما يكون ميتاليك، ده هي جازس وانا شايفه هنا مالتيبل، واحد اثنين ثلاثه اربعه. يبقى معنى كده ان ده لسه في الايرلي ستيج، ما حصلوش، ما تكونش فيه خلايا صدريه، ولكن في بكتيريا جاز فورمنج بكتيريا جواه، ومجرد وقت هتملالي الجزء ده كله باس سيلز وهيتحول للمرحله دي.
المرحلة الأخيرة لو جيت حضرتك ملاحظت بقى هتلاقي هنا الأبسس فقد السيركمسكرايب ستراكشر بتاعه ما عادش شكله ما عادش سيركمسكرايب لأنه حصل له كالسيفيكيشن. فلما حصل له كالسيفيكيشن الوول بتاعه بيحصل له شرينكج ما بيبقاش شكله سيركمسكرايب. طيب عرفت ازاي ان هو أبسس؟ عرفت ان في تحتيه ديستال شادوينج حصل له كالسيفيكيشن وبعيد عن مكان البايل داكتس، يعني ما ملوش علاقه بالبايل داكتس، ده أبسس في الهيباتيك بارينكيما. يبقى ده كالسيفايد أبسس، ده في الايرلي في ليت ستيج اوف أبسس حصل له كومبليت رايبنينج. وعرفت ازاي؟ نتيجه ان تحتيه شادوينج، يعني معنى كان ان هو حصل له كالسيفيكيشن. وبالتالي اقدر اتدخل، اعرف المرحله بتاعه كل أبسس ايه، واعرف التدخل المناسب بتاعها ايه، سواء بالتريتمنت او بالسلوترينج بتاع الحمام. تمام دكتور عبد الرحمن؟ تمام دكتور؟ تمام يا دكتور احمد، معاك يا دكتور احمد، دكتور محمد اشرف معاك. تمام الدنيا ماشيه تمام. طيب الدكتور عبد الرحمن كان بيسال السؤال وكده وصل له الاجابه؟ لو عايز افتح لك المايك يا دكتور عبد الرحمن اعمل لي ريس هاند كده. دكتور عبد الرحمن ولو امكن دكتور عبد الرحمن يعمل ريد هاند نفتح له المايك. طيب ممكن لو في اي استفسار يدونها لغايه ما نخلص ان شاء الله. فتحت له يا دكتور، فتحت لك يا دكتور عبد الرحمن، لو تسمعنا ولا ايه؟ ايوه تمام. طيب تمام الاجابه وصلت لك؟ اه تمام كده، شكرا جدا والله. بس سؤال، هو ايه الدبس اقدر اجيبه ازاي؟ نعم يا دكتور، الدبس عشان اوصل للدبس للليفر بالظبط بالأبس اللي فيه هحتاج ويف لينس قد ايه؟ حاضر هنتكلم عليها، حاضر هنتكلم عليها جايه دلوقتي. حاضر تمام ماشي، شكرا دكتور. شكرا دكتور ابو رحمه. اتفضل يا دكتور. طيب دلوقتي احنا خلصنا السيشن الاولاني اللي هو البيزك بتاع الالترا ساوند اللي يخصني انا في تشخيص الامراض البطنه. دلوقتي هنخش على السيشن الثاني اللي هو الالترا سونوجرافيك اكزامينيشن اوف نورمال اورجانز. بحيي دكتور عبد الرحمن صراحه على السؤال ده. انا طبعا ما رضيتش اشرح الحته دي تبع البيزكس لان حبيت اشرحها مع كل اورجان منفصل عشان نقول كل اورجانز ايه الجروب او ايه الدبس الانسب في الفحص. يبقى الالترا سونوجرافيك اكزامينيشن اوف نورمال اورجانز، احنا هنا عندنا الجزء اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو السيشن الثاني والثالث. السيشن الاولاني هيبقى نورمال كيسز، شكل نورمال كيسز بالالترا ساوند، والسيشن الثاني ان كان معانا وقت ان شاء الله هنتكلم عن حالات مرضيه ونشوف السونار كان فادنا في التشخيص ازاي. طيب عشان انا اعرف، عشان اعرف الفحص بتاعي او هفحص انهي اورجانز، لازم يبقى انا على درايه معقوله بالاناتومي. ده كده منطقه الليفت سايد قدام حضراتكم بتاعه الحيوان. لو جيتوا هنا حضراتكم لاحظتوا كده في هنا خط اللون الازرق ده كده السبلين، وبعديه على طول هنا كده ما بين السبلين وما بين اللنج دي اللنج هنا الدافرام. طب يا دكتور انا هعرف ازاي على حيوان انا مش شايف؟ بس انا بس اللي عايزكم، بس انا عايزكم حضراتكم تاخدوا لقطه كده بالنظر للحيوان وهو متشفي كده، يعني وهو متشال منه المسلز. بلاقي هنا اللنج، بعدها الدافرام، بعد الدافرام سبلين، بعد كده الرومن اوكيباي ذا موست ليفت بارت اوف ذا ابدومين. كل منطقه الشمال رومن، كل منطقه الشمال رومن ما عدا الانتيريور فنترال بارت اللي هو هنا، ده روتيكولوم، ده كده روتيكولوم. يبقى الانتيريور فنترال بارت بتاع الليفت سايد الروتيكولوم، قدام الروتيكولوم في سوراسيك كافيتي الهارت هنا، يعني الروتيكولوم واخد من عند الخامس للسابع انتركوستال، والهارت ما بين الثالث للرابع انتركوستال. يبقى من الثالث للرابع انتركوستال الهارت في الليفت فنترال بارت، والخامس للسابع انتركوستال الروتيكولوم في الليفت فنترال بارت. طيب انا دلوقتي خدت اللقطه حضراتكم كده، انا عايزكم كده تشوفوا كده اللقطه دي. طب تعالى نشوف الحيوان ناحيه الرايت سايد، وبعد كده نشوف هنعمل ازاي في الاكزامينشن. الرايت سايد هنا برضو نفس الحكايه، لانج واخده ثراسيك كافيتي، الهارت برضو موجود في الرايت ما بين الثالث والرابع انتركوستال، وبعد اللانج ليفر، تحت الليفر في اوميزم، تحت الاوميزم في ابوميزم، في تحت الليفر جول بادر، وورا الجول بادر في سمول انتستين، وبعد كده في الرايت فلانك
اللارجنستيك. ايه اللخبطه دي؟ انا مش هقدر احفظ الكلام ده. طيب ما تيجي نشوف كده نقدر نعمل ايه تسهل علينا الامور دي. بس برضو انا عايزكم تاخدوا لقطه في الميموري بالنسبه للحاله دي. وبرضو طبعا هنا في الكيدني في اللامبر ريجون في بعد البوست الارش في الدورسال بارت. طيب انا عندي الحيوان اهو عفوا ده كده الحيوان بلايند موجود زي اللي بيجي لي افحصه. انا عايز اخد ديماركيشن او اعمل لاينز بحيث ان انا اعرف افرق او اعرف الديفرنت اورجانز اللي هقدر افحصها في الليفت. شايفين حضراتكم الخط الاحمر ده؟ الخط الاحمر ده ايماجينال لاين. انا دي كلها خطوط وهميه انا هعرفها بحيث ان انا اعمل ديماركيشنز للاورجانز. ده ايماجينال لاين اكستند فروم لاست انتركوستال سبيس. يعني هو لاست سكند بس خلينا احنا ايه لاست انتركوستال سبيس عشان التسهيله. من اللاست انتركوستال يعني اخر انتركوستال. انتوا عارفين الضلوع في البقر 13 بير اوف ريبس يعني 13 بير اوف ريب. الانتركوستال 12 يعني 12 انتركوستال والضلوع 13. فانا باجي في الانتركوستال رقم 12 واخد نقطه وعند الالبو الالبو اللي هو ده الالبو جوين او الاوركراين بروسيس اخد نقطه واعمل ايماجينال لاين ما بينهم. يبقى الايماجينال لاين اللي انا رسمته ده عمل لي ديماركيشن ما بين الثوراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي. يبقى ده اول حاجه في ناحيه الشمال بعملها باخد اللاين ده واللاين دوت بيخليني اقول الكرينيال لللاين الثوراسيك وكودا لللاين الابدومين. طب كويس جدا. طيب تعالوا بقى نشوف الكرينيال لللاين. كرينيال لاين كلها لانج فيلد ما عدا الليفت ما عدا الفنترال بورشن بتاعتها. يعني الجزء التحتاني منها اللي هو برضو كرينيال لللاين ده هارت. طيب اللاين ده انا سامع حضراتكم كده بيقولوا طب ما اللاين ده بيمثل الدايفرام داخلي. طبعا صح. اللاين ده هو بيمثل الدايفرام داخل جسم الحيوان والدايفرام ده هو اللاين اوف ديماركيشن ما بين الثوراسيك وما بين الابدومين. كرينيال للدايفرام اللنج بفيلد كلها ما عدا الفنترال بارت هو الهارت. يبقى انا كده عرفت الثوراسيك كافيتي الهارت واللنج مكانهم فين. طيب كودا لللاين الابدومينال اورجانز. الابدومينال اورجانز الموجوده ناحيه الليفت على طول ريست ما بينها على طول ورا اللاين ده على طول السبلين. بعد السبلين بعد قد ايه؟ تعالوا بقى ده السبلين ده بدايته عند التاسع انتركوست. يعني انا بادئ هنا عند 12 11 هنا ده ال 12 ال 12 11 10 9 ده بدايه السبلين اللي هو الخط ده بدايه السبلين. يفضل ماشي السبلين ال 9 لغايه السادس انتركوست ال 9 8 7 6 يعني تقريبا ده لغايه السادس انتركوستال سبيس. من التاسع للسادس انتركوستال سبيس ده السبلين لاينج بتوين الدايفرام والرومن. بعد السبلين ده على طول الرومن. يعني انا دلوقتي طب السبلين دوت يعني انا ملخبطني. اقول لك لا ما تلخبطش نفسك. انت خد الايماجينال لاين ووراه على طول السبلين. يعني الايماجينال ده وراه على طول السبلين والسيكنس بتاعه صغير جدا ما بيمتدش. يعني بيبدا معاك من عند التاسع للسادس انتركوستال سبيس. بعديه على طول الرومن واخد كل المكان بتاع الليفت سايد ما عدا قلنا الجزء اللي هو بتاع الليفت فنترال ما بين الخامس والسابع انتركوستال سبيس ده الروتيكولوم. يعني معنى كده لو انا عايز افحص ناحيه الشمال هفحص فيها ايه؟ هفحص فيها لنج، افحص فيها هارت، افحص فيها سبلين، افحص فيها رومن، افحص فيها روتيكولوم. لا طب وانا افحص ده كله؟ لا بيزد على الحاله اللي جايه لك. يعني الحاله لو جايه لك فيها ريسبيراتوري مانيفستيشن اكتفي ان انت تفحص اللنج. لو الحاله جايه لك فيها اعراض انديجيشن افحص الروتيكولوم والرومن. طيب ده بالنسبه للجزء الليفت سايد كلاين اوف ديماركيشن. هنرجع الكلام دوت تفصيليا. الرايت سايد محتاجه تركيز من حضراتكم شويه. يا ريت. انا طبعا الحاجات دي كلها بنعملها على الانيمالز لايف وبتبقى مور براكتيكال. وفي تقريبا فيديوهات محطوطه ليا على في الداوي فيديوهات لايف. انا ملزق شرايط لزق كده وعلى الحيوان وشرايحها اللي حابب يدخل عليها ويبص على الفيديوهات ممكن يكتب مثلا توبوجرافيك اناتومي للكاتل او يكتب رايت سايد ابدومين ليفت سايد ابدومين هيلاقي الحاجات ديت. بس تعالوا نشوف في ناحيه الرايت ايه الديماركيشن اللي انا باخده.
ادي اللاين الاولاني اللي هو الرفيع ده من عند اللاست انتركوستال لغايه الالبو، ده اللاين اللي احنا متفقين عليه اللي هو بيعمل لي ديماركيشن ما بين الثوراسيك وما بين الابدومينال كافيتي. يبقى ده اللاين الاولاني، فصل لي الثوراسيك وفصل لي الابدومين. طب الثوراسيك ايه؟ فيها لانج وبرضه فيها جزء في الرايت فنترال برضه جزء من الهارت. يبقى انا كده عرفت اللاين اوف ديماركيشن ده، فصل لي ما بين الثوراسيك وما بين الابدومين. طب الابدومين ملخبط شويه، يعني لو جيت شفت الصوره اللي تحت دي هتلاقي عندي ليفر وعندي اوميزم وعندي ابوميزم وعندي سمول انتستين وعندي لارج انتستين وعندي كيدني. طب انا عايز اعمل خطوط تفرق لي او تفرق لي ما بين الديفرنت اورجانز ديت وتحط لي ديماركيشنز ما بينهم اقدر افحصها من الحيوان من بره من غير ما افضل اعد ضلوع. كويس جدا. اول حاجه خالص هناخد ايماجينال لاين، ده طبعا الالبو، ده كده الالبو وده شولدر. هاخد هنا من عند الالبو ايماجينال لاين اكستند كودالي بس بارلل فيرتيبرال كولم، يعني باخد خط كده اهو، خط المتقطع ده، خط المتقطع ده، وافضل ماشي بيه ماشي بيه ماشي بيه لغايه ورا، بس يكون خط موازي للعمود الفقري. واجي من عند الالبو من هنا من عند الشولدر واخد برده ايماجينال لاين برده المتقطع ده وامشي بيه ورا 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 لغايه ما يرجع لي ورا كودالي. يبقى كده ده اللاين الثاني. اللاين الثالث باجي من بدايه اللاين بتاع اللانج ده اللي هو من بدايه اللاين ده، باخد لاين ثاني برده اللي هو متقطع ده من اول النقطه اللي هي لاست كوستال سبيس وامشي لغايه الامبليكال، لغايه الامبليكس، لغايه الامبليكال ريجن، لغايه السره من تحت. اهو ده برده خط متقطع. يبقى انا دلوقتي عندي كام خط؟ عندي اربع خطوط، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع خطوط. الاربع خطوط ديت من خلالها بقدر ارسم الاورجنز اللي انا عايز افحصها. طب تعال نشوف كودل لللاين ده، كودل يعني خلاص هنستبعد بقى الخطوط المتقطعه اللي هي جوه الثوراسيك كافيتي دي هنستبعدها. كودل لللاين بتاع اللانج ده، كودل لللاين بتاع اللانج ده، الخط اللي هو الجزء اللي هو فوق الخط ده مع الخط ده، ده كده ليفر. يبقى الخط اللي هو جاي من عند الشولدر لورا والخط اللي جاي من فوق لتحت بيرسم لي مثلث، ده كده الليفر. حلو قوي. ما بين الخطين اللي هو ما بين الشولدر وما بين الالبو اللي جاي من ورا ده كده الاوميزم. حلو جدا. تحت في الفنترال ما بين برضو اللاين ده من عند الالبو لغايه نهايه اللاين ده ابوميزم. ممتاز. يبقى اذا دلوقتي انا قدرت احدد دلوقتي 3 اورجانز، ليفر، اوميزم، ابوميزم. الليفر موجود في الدورسال بارت اباف ذا ايماجينال لاين اكستند فروم شولدر اند اكستند كرانيالي، والاوميزم موجود لاينج بتوين ذا تو لاينز اللي هو اللاين اللي جاي من القلب والكودلي واللي جاي من الشولدر كودلي. الاوميزم الابوميزم موجود تحت اللاين اللي جاي من الشولدر واكستند كودلي، بس اخره فين؟ اخره الامبليكال ريجون. كل دول اخرهم الخط ده اللي هو جاي من فوق لتحت، ده بيديني الحدود الكودل للثري اورجانز اللي هو الليفر والاوميزم والابوميزم. في جزء هنا في الجزء الوسط الاوسط، الجزء المتوسط ده، الجزء اللي في النص ده اللي هو الاوميزم، في جزء برضو من الليفر بيبان تحت في الحته دي، تحت في الحته دي اللي هي في الجزء الجزء اللي تحت كودل 2 الالبو وورا على طول الايماجينال لاين بتاع اللانج جزء من الليفر. يبقى الليفر فحصها هيبقى في الدورسال بارت بتاع الرايت ابدومين في الجزء ده، وموجود جزء في الميدل بارت بيتفحص برضه في الليفر. هنا تحت خالص هنا عند الالبو في المنطقه ديت اللي هي برضه الرايت فنترال في جزء برضه اللي هو الاخضر ده من الريتيكولوم. يبقى الريتيكولوم موجود ليفت ورايت في ما بين الخامس والسابع انتركوستال في الحته دي. يبقى هنا الريتيكولوم، خلي بالكم الريتيكولوم في المكان ده فوقيه ليفر وفوقيه لانج، يعني هنا لانج وهنا ليفر وهنا ابوميزم. يعني لو شفنا الباوندرز بتاعت الروتيكلم في الرايت، الباوندرز او النيبرنج ستراكشر بتاعت الروتيكلم في الرايت، هنلاقي كودل لو، كودل لو الابوميزم، ودورسو كودل لو الكود دورسال اللي هو جزء كود دورسال لو الليفر، والدورسال لانج، وكرينيال الهارت. ده بالنسبه للرايت سايد. طيب في الليفت سايد هنا لو جينا شفنا النيبرنج اورجانز بالنسبه للريتيكولم، هتلاقي كودال له الرومن كرينيال سكتة الرومن، ودورسال له السبلين، وكرينيال الهارت، وكرينيال الهارت، وكرينيو دورسال اللانج. يعني مثلا لو في فورين بادي والفورين بادي دوت ممكن يعدي لي من الريتيكولم يروح للهارت يعمل لي تروماتيك بيركاردايتس،
ممكن يطلع فوق بدل ما يخش كرينيالي يطلع دورسالي يروح في السبلين يعمل لي سبلينيك ابسس او سبلينايتس، ممكن يخش في اللانج ويعمل لي تروماتيك بلورسي، وممكن يخش لي ما بين الروتيكلم وما بين الرومن ويعمل لي ابسس في المنطقه ديت ما بين الروتيكلم وما بين الرومن، او يعمل لي فايبرنس ادهيجن ما بين الروتيكلم وما بين الرومن. برضو نفس الحكايه في الرايت، هنا برضو الروتيكلم الفورين بادي ممكن يروح في الابوميزم ويعمل لي ابوميزال ابسس، ممكن يروح في الليفر هنا في منطقه الليفر دي ويعمل لي ليفر ابسس او هيباتايتس، ممكن يخش لي تروماتيك، ممكن يخش لي في اللنج فوق يعمل لي تروماتيك بلورسي، او يخش لي كرينيال يعمل لي تروماتيك بيريكاردايتس. طيب ده كده الكرينيال، ده كده كرينيال لللاين اللي متقطع ده ما بينه وما بين الخط بتاع اللنج. طب كودا لللاين ده، كودا لللاين ده، كودا لللاين ده، احنا هناخد بقى اللاين اللي هو جاي من عند الشولدر. معلش انا عايز تركيز شويه، اللاين اللي جاي من عند الشولدر ده وراجع ورا اهو مع التقاطع بتاع اللاين ده اللي هو جاي من فوق لغايه الامبليكال. فوق اللاين اللي جاي من الشولدر ده اللارج انتستين اللي هو موجود في الرايت فلانك ريجون، اللارج انتستين. انا مش هخش في تفاصيل ودينا الاسندنج والديسندنج، انا مش هخش في تفاصيل، ده كده اللارج انتستين. تحت اللاين ده سمول انتستين، يبقى السمول انتستين موجوده تحت الايماجينال لاين اللي جاي من عند الشولدر، وكودا لللاين اللي جاي من فوق لغايه الامبليكال. اما اللارج انتستين ده موجود في كودا لللاين اللي جاي من فوق لغايه الامبليكال، ودورسال للايماجينال لاين اللي جاي من الشولدر كودا ليه. كده يبقى احنا كده عرفنا كل الاستراكشرز اللي موجوده في الليفت والرايت عن طريق ديماركيشنز او ايماجينال لاينز، بتدينا دلالات للاورجانز اللي انا حابب افحصها. انا شايف ان انا عندي حاله فيها كرونيك ماستيشن وعايز افحص الليفر، طب انا عرفت مكان الليفر بفحصه من مكانين، مكان في الدورسال ومكان في الميدل. طب انا عندي مشكله ابدومينال ديستنشن وعايز اشوف الابوميزم، طيب انا عرفت مكان الابوميزم فحصه فين. طب عندي انتستاينال اوبستراكشن، شاكك ان في انتستاينال اوبستراكشن، طيب هفحص اللارج ازاي والسمول ازاي، عرفت اماكنها، وبالتالي كده بلايندني كده اقدر افحص او اعرف الاماكن اللي هي بتاعه الفحص بتاع الاورجان. طيب هنيجي بقى للسؤال اللي الدكتور عبد الرحمن كان بيسال عليه. طب انا هعمل سيلكشن للبروب واختار الفريكوانسي والديبس بناء عن ايه؟ بناء عن الاورجانز اللي انا هفحصه. بصوا كل الابدومينال اورجانز، كل الابدومينال اورجانز انا بشتغل على ديبس من 15 ل 20 سم، يعني الديبس اللي بشتغله من 15 ل 20 سم، وده ما بيتحققليش مع اللينير بروب. يعني اللينير بروب ده ما بيحققليش ليه، لان الفريكوانسي بتاعته من 6 الى 8 ممكن الى 10، ما بتديش الديبس اللي هو 25 سم. فبالتالي بستخدم ده بالنسبه للارج انيمال، وبالتالي بستخدم البروب ده اللي هو الكونفكس بروب. كونفكس بروب ده بيديني فريكوانسي رينج بتاعته من 2.5 الى 5 ميجا هرتز. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز افحص اورجانز ديب اورجانز زي الروتيكولوم، بفحصه عند الامثل بتاعه اللي هو 3.5 ميجا هرتز، بظبط الجهاز على الفريكوانسي 3.5 ميجا هرتز، الديبس بتاعه 20 سم. انا ده كده ايديال للروتيكولوم. طب عايز افحص الليفر، الليفر الثيكنس بتاعه انا يكفيني 15 سم، فانا ممكن اشتغل على ال 5 ميجا هرتز، ممكن اشتغل على ال 5 ميجا هرتز بالكونفكس، وممكن اشتغل باللينير ب 6 ميجا هرتز. يعني ممكن استخدم في فحص الليفر اللينير ب 6 ميجا هرتز، لان انا محتاج حوالي 15 سم ديبس، او ممكن ال 10 سم برضو يديني دلال. اللنج نفس الحكايه، ممكن استخدم اللينير اللنج برضو، لان اللنج موجوده سوبرفيشال وممكن افحصها واشوف الريفربريشن بسهوله باللينير، او استخدم الكونفكس برضو لانها بتبقى موجوده سوبرفيشال. اما بقيه الاورجانز ده بستخدم الكونفكس بروب. يبقى هو مجازا احنا بنقول الكونفكس بروب هو الامثل لفحص كل الدايجستيف سيستم والابدومينال اورجانز باستثناء الليفر ممكن افحصه باللينير، واللنج ممكن افحصها باللينير، بس ده طبعا ما يمنعش ان هي في الاساس الكونفكس هو الاهم. لكن العجول الصغيره القفص الصغيره اللينير يفحص كل حاجه. يعني لو انا ببحث عجل مثلا وعايز اشوف الكبد بتاعه، او عايز اشوف الابوميزم، او عايز اشوف اللنج او كده، اللينير يكفيني في الفحص. وبالتالي برضو الناس اللي هي شغاله في المزارع وما عندهاش غير اللينير بروب، ده مش معناه ان انا بشتغل بيه تناسبات بس، لا، انت ممكن تشتغل بيه في تشخيص بعض الامراض الباطنيه، وطبعا هنعرف بالكلينيكال كيسز دوره ايه، وتقدر تشخص بيه حالات الالتهابات الرئويه وتعرف مداها قد ايه وخطورتها قد ايه، او تشخص فيه حالات الابوميزال افكشنز وتقدر تقول الحيوان ده فيه مشاكل ايه باللينير بروب في المزارع لو ما عندكش غيره. لكن صعب بيه تفحص الروتيكلم، وصعب بيه
تفحص الاذر اورجانز زي الانتستين يعني. طيب يبقى اذا كده خلينا نختار الايديال فريكوانسي لفحص الابدومينال اورجان من 3.5 الى 5 ميجا هرتز، ممكن يوصل 6 مع اللنج والليفر. طيب الدبس الايديال دبس من 15 الى 20 سم، ممكن اقلل الى 10 في اللنج وفي الليفر. اتمنى ان يكون السؤال اتجاوب عليه يا دكتور عبد الرحمن. طيب تعال نشوف هنا في جزء مهم جدا، اتمنى ان يكون الفيديو ده يشتغل معاكم. انا دلوقتي اخترت البروب، وقلنا ان البروب اللي انا اخترته هو الكونفكس بروب، علشان انا محتاج افحص دبس من 15 الى 20 سنتي، ومحتاج فريكوانسي من 3.5 الى 5 ميجا هرتز، فانا اخترت الكونفكس بروب. طيب انا يهمني بقى الاورينتيشن بتاع البروب، وانا بحط البروب على الحيوان بحطه ازاي واقرا الصوره اللي هتطلع لي ازاي. هنا ده فيديو بيبين لي الاورينتيشن. بص انا همسك البروب دلوقتي دورسو فينترال، دورسو فينترال. يعني ايه دورسو فينترال؟ اهو يعني انا ماسك البروب من فوق لتحت، الهيد بتاعه بارلل في هولدد او موجود او هيلدد في الانتركوستال سبيس، يعني حاطه في الانتركوستال سبيس. دورسو فينترا يعني حاطط البروب من فوق لتحت، مش حاطه بالعرض. طيب ده معناه ايه؟ في الصوره اللي هتطلع لي بتاعت الجهاز معناها ان الدورسال ده، الدورسال للبروب، انت عارفين ان البروب ده بيدي ويفز كده مقطعيه كده، فبديني جزء داخلي من فوق وبديني جزء كده تحت. طيب الجزء اللي فوق الدورسال ده هيبان شمال الصوره، والجزء الفنترال ده هيبان يمين الصوره، فبالتالي احنا بنقول على شمال الصوره دورسال وعلى يمين الصوره اللي هي بتبان على السكرين فنترال. لكن الفيديو الثاني ده البروب هيتحط ازاي؟ هيتحط كرينيو كودال، كرينيو كودال اهو. بمسك البروب، طبعا راس الحيوان هناك اهوت، مش عارف الصوره واضحه ولا لا كده، بس انا ماسك البروب كرينيو كودال. يعني معنى كده ان الكرينيال بارت بتاع الحيوان هيبان شمال الصوره، اما الكودال بارت هيبان يمين الصوره. فده مهم جدا، يعني انا جاي بشوف صوره زي دي، انا مثلا حاطط بروب هنا، معنى كده ان الجزء ده كده شمال وده كده يمين، شمال وانا دورسو فينترال، يبقى ده الدورسال وده الفينترال. معنى كده ان الجزء الدورسال ده هو اللي موجود في الشمال، والجزء الفينترال ده اللي هو موجود تحت، يبقى الجزء اللي موجود شمال ده الدورسال بتاع البروب، والجزء اللي موجود يمين ده الفنترال بتاع البروب، الجزء اللي موجود تحت ده الميديال اللي هو جوه مور ديبر من البروب. يبقى الدورسال للبروب بيبان شمال، والفنترال للبروب بيبان يمين، والميديال بارت بيبان فنترال في الصوره. اما هنا الكرينيو كودال ده كده كرينيو كودال، فالجزء الشمال ده كرينيال، والجزء اليمين ده الكودال بارت بتاعت الصوره. اتمنى ان يكون الجزء ده واضح، لان ده هيفيدنا بعد كده لما نيجي نفحص. هقول لك إيه مثلا، خلي بالك ده لانج، طب اللانج فوق السبلين، يعني عشان برضو ايه تبقى انت فاهم الاورينتيشن بتاع الجروب محطوط ازاي. يبقى احنا كده الكونكلوجن بتاع الـ 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 الحاجه ديت، ان انا دلوقتي عرفت الديفرنت اورجانز على الحيوان، وعرفت البروب المناسب للفحص بتاع الديفرنت اورجانز. قلنا الكونفكس هو الامثل باستثناء اللنج والليفر، ممكن استخدم بيهم اللينير بس ب 6 ميجا هرتز. طيب نبتدي فحص الاورجانز المختلفه الموجوده في الليفت سايد علشان نعرف النورمال استراكشر بتاعتنا. ده طبعا بصوا شايفين، بس ده كده هيجي هنا الناس اللي بتمسك الموبايل، اعتقد ان الموضوع هيبقى مش مناسب ليهم قوي او مش هيبقى فيزبل قوي. الناس اللي ماسكه اللاب، اللي فاتحه اللاب، هيبقى الموضوع واضح. هنا كده ادي كده بروب، الصوره اللي بتيجي دي ده كده، ده كده بروب اهو. انا كده حاطط البروب ده، البروب حاطه على اللنج، على اللنج اللي احنا عرفنا بقى ان ده هنا كده المنطقه اللنج فيلد، انا حاطط بروب هنا. فمتوقع لو الحيوان ده نورمال هشوف ايه؟ هشوف الصوره دي. طب الصوره دي معناها ايه؟ معناها ان في ريفربريشن. ده كده لو هناخدها من فوق لتحت، ده كده السكين. طبعا ده الاول حاجه خالص، ده البروب نفسه، بعد كده السكين سبكوتينيوس تيشوز، بعد كده الثوراسيك ماسلز، بعد كده البلوره واضحه اهي، تو لاينز البرايتال والفيزرال لير، وتحتيها ريفربريشن ارتفاكت. ريفربريشن ارتفاكت
بتقل طول ما بتنزل الصوره ميديا. ده معناها ايه؟ معناها ان اللنج نورمال، معناها ان اللنج كونتيننج اير، عمليه الريفليكشن للالترا ساوند ويف باي 100%، وبالتالي ده الاستراكشر ده معناها ان ده هالو اورجان كونتيننج اير، يعني اللنج طبيعي. طب كويس جدا، طب نكتفي بالحته دي، لازم افحص كل اللنج فيلد شمال ويمين، افحص كل اللنج فيلد شمال ويمين علشان اقول اذا كانت اللنج دي طبيعيه ولا كلها طبيعيه ولا فيها اجزاء حصل لها ريبليسمنت بسوفت تيشو او كونسوليديشن. تعال نشوف البروب الثاني هيتحط فين. هيتحط هنا ورا اللاين بتاع الدايفرام، حطيت البروب. طب متوقع اشوف ايه ورا اللاين على طول؟ يعني اخد ما اخد الايماجينال لاين ما بين اللاست تريب اللاست انتركوستال لغايه الالبو وحطيته ورا على طول، متوقع اشوف السبلين. طيب السبلين ده شكله فين بقى والبروب دوت محطوط ليه؟ انت عارفين السكنس بتاع السبلين صغير رفيع، وبالتالي مش هشوفه بس اللي هو ده هيجيب لي اورجانز ثاني. طب انا حاطط دورسو فنترال، دورسو فنترال معنى ايه؟ معنى كده ان الشمال الصوره هو الدورسال بتاع الحيوان ويمين الصوره هو الفنترال بتاع الحيوان. طيب انا حاطط بروب هنا، يعني كده اعمل لي كده الصوره جايه كده، الويف جايه كده، يعني السيكتور كده وكده قاطع لي الحته دي. فالدورسال بتاعه ايه؟ اللنج. الدورسال بتاعه اللنج، والفنترال بتاعي ايه؟ السبلين نفسه، والسبلين نفسه. فدلوقتي هلاقي الدورسال لنج طبيعي جدا، لان انا دلوقتي ده قصدي ناحيه الشمال هنا ريفربريشن ارتفاكت، ده جزء من اللنج، لان انا حاطط البروب على السبلين والاشعه داخله جوه اللنج دورسال. طيب الجزء الفنترال اللي هو جاي كده جاي واخد لي جزء من السبلين واخد لي جزء من الرومي. فعلا ده السبلين اهو، هايبو اوكويك ستراكشر هوموجينس، هايبو اوكويك لون رمادي سوفت تيشو، وفي بلاد فيزلز اهي. بلاد فيزلز ديت عباره عن السبلينيك بلاد فيزلز، وده الوول ده الرومن، ده الرومن. يبقى ده موجود ميديا، يبقى دورسال للصوره لانج، فنترال سبلين، ميديا الرومن. اعتقد ان الموضوع مش صعب، يعني انت لو هنا فهمت الابدومينال اورجانز وعرفت وضع البروب ازاي هتعرف انت اتجاهاتك فين. البروب بيطلع كده، الاشعه بتطلع كده، الاشعه كده فوق ولتحت. الجزء اللي طلع لفوق ده هيطلع لك شمال الصوره، والجزء اللي ينزل تحت ده هيبان لك يمين الصوره. هنا اللي دخل فوق دخل على اللنج، واللي دخل تحت دخل على السبلين، فبالتالي اللنج هتبان شمال والسبلين هتبان يمين. الموضوع ده مهم جدا 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 في قرايتك للصوره وقرايتك لوضع الحاله اللي قدامك، عشان تعرف، لان في حالات بنشخصها بالحته دي زي الدفرماتيك هيرني. يعني الدفرماتيك هيرني ساعات بشخصها بكده بس، ان انا بلاقي اللوكيشن بتاع الروتيكلم في حته ثانيه غير مكانه، فبعرف الاورينتيشن ده بيديني دلالات في التشخيص هنعرفها ليتر اون. فمهم جدا تعرف انت وضعك ازاي او حاطط البروب ازاي عشان تعرف تقرا الصوره اللي قدامك. اتمنى الموضوع يكون واضح. الحاجه الثانيه هنا في الليفت سايد، انا هنا البروب راح فين؟ البروب اهو جاي على الهارت اهو. تعالى ثاني، البروب هيروح فين؟ على الهارت، اللي هو فين؟ كرينيال للايماجينال لاين بس في الفنترال بارت، يعني عند الالبو، بيهايند الالبو. فعشان كده بضطر اطلع الرجل بتاعت الحيوان لقدام، باخد الرجل ديت الشمال دي واخلي الاونر يطلعها لي قدام، واحط البروب فوق الالبو او ورا الالبو عند الرابع انتركوستال سبيس، عند الرابع انتركوستال سبيس، برضه دورسو فنترال، برضه دورسو فنترال. وده الفيو ده بنسميه احنا تو شامبر فيو. لو انا عايز افحص ديتيلز اكتر تبقى ناحيه الرايت، بشوف الليفت فنتريكولار اوت فلو. طبعا الايكو كارديوجراف ده موضوع تاني كبير ممكن نتكلم عليه بعدين، بس هو مش مفيد قوي في البوفاين ميديسين. يعني ممكن الدكتور محمد او الدكتور ينبهك في البيتس او يركز عليه في البيتس، لكن احنا في البوفاين يهمنا فحص البريكارديوم عشان نشوف اذا كان في بريكارديتس ولا لا. فبنكتفي او ممكن نحط البروب في الليفت فورس انتركوستال سبيس والرايت فورس انتركوستال سبيس، وناخد شكل للبريكارديوم ونشوف شكله عامل ازاي. تعال نشوف هنا، ادي البروب اللي هنشوفه لو انا حطيت البروب هنا. طبعا هنا دورسال وفنترال طالع للهارت، لان المكان كله السبيس كله او الاشعه كلها جايه جوه الهارت. طيب ممكن يكون في جزء هنا شويه في الدورسال من ريفربريشن من اللنج، خفيفه اهي، خفيفه اهي من اللنج، لان ده برضو ايه في بعض الاشعه بتطلع لفوق، لكن كل الفنترال بارت كله هارت. هنا لو جينا شفنا هتلاقي فيه هنا ده طبعا ثراسيك وول وثراسيك ماسلز، هتلاقي هنا ده كده المايوكارديوم، الجزء الرمادي ده المايوكارديوم من اول ده لغايه ده كده الليفت فنتريكل، ده كده الليفت
فينتركل الجزء ده كده ليفت فينتركل. في جزء هنا كده ليفت اتريوم. لو جيت بس حضراتكم لاحظتوا بقى في هنا خطين رفيعين كده ده وده، مش عايزكم تركزوا قوي بس ده الميترال فالف. مش عايز اخش في تفاصيل بصراحه في جزء الايكو عشان هيلخبطوا، بس انا عايزكم تشوفوا شكل القلب وشكله عامل ازاي. يبقى هنا كده مايوكارديوم ليفت فينتريكل، ده الانتر فينتريكولار سيبتم، وده الرايت فينتريكل. يبقى ده كده التو شامبر فيو، تو شامبر ترايكاسبت بشوفه والبايكاسبت الترايكاسبت اللي هو الميترال اللي مغزى الميترال فالف اللي هو البايكاسبت بشوفه في الليفت، وفي الرايت بشوف الترايكاسبت فالف. اللي يهمني انا بقى كبيطري او بفحص حاله وشاكك انها تروماتيك بيريكاردايتس، يهمني الجزء اللي فوق اللي هو البيريكارديوم. ده فيديو سريع مش عارف حضراتكم هتبقوا شايفينه ولا لا. ده كده بيوضح لي، بصوا هنا ده كده المايوكارديوم وفوق ده الخطين البيض دول بيريكارديوم. طالما هم لازقين في بعض وواضحين لك لونهم ابيض غامق، معنى كده ان مفيش اي ابنورماليتيز فيها، يعني معنى كده ان الهارت ده سليم. يبقى انا لما احط البروب في المكان ده اللي هو الليفت فينترال بارت في الفورس انتركوستال سبيس انفرنت للايماجينال لاين، والاقي الهارت بالشكل ده والبيريكارديوم لازقين في بعض ما فيهوش اي مشكله، يبقى الحاله دي سليمه، القلب بتاعها سليم. وهنعرف الفرق بينها وما بين الحالات الديزيز في حالات انا حاططها في الكلينيكال كيسز. طيب ده كده بالنسبه لفحص الثوراسيك كافيتي. يبقى احنا فحصنا الثوراسيك كافيتي في الليفت سايد، فحصنا فيها اللنج وشفنا النورمال ريفربيشن افكت، وفحصنا الهارت وشفنا فيها البيريكارديوم والمايوكارديوم والليفت فينتريكل طبعا بيبان اسود عشان فيه بلاد، والانتر فينتريكولار سيبتم بيبان هايبو كويك لانه ماسلز، وده الرايت فينتريكل برضو اسود عشان فيه بلاد. فبالتالي احنا نقدر نشوف الشامبرز بتاعه الهارت ونشوف البيريكارديوم اذا كان فيه ادهيجن او فيه انفلاميشن او فيه افيوجن ولا لا، وسهل جدا ان احنا نشخصها اندر فيلد كونديشن وهنشوف لها حالات متلاموش. طيب الحاجه الثانيه في الليفت سايد فحص الروتيكولوم. ده كده اول سايت لفحص الروتيكولوم في المكان ده اللي هو جاست بيهايند زيفويد كارتريج. يعني لو جينا شفنا الزيفويد كارتريج من تحت زي الصوره اللي احنا كنا حطيناها فيديو، من ورا الزيفويد كارتريج على طول بحط البروب. البروب هنا بيديني الصوره كده برضو، بس انا بحطه هنا خلي بالكم كرينيو كودال، يعني كرينيو كودال، كرينيو كودالي يعني كرينيال وكودال، مش دورسو فينترال زي اللي فوق، ده كرينيو كودال. يعني هيظهر لي الصوره الشمال بتاع الصوره هيبقى كرينيال ويمين الصوره هيبقى كودال. يبقى انا لما اخد صوره كده البروب هيديني اشعه كده، فبالتالي الروتيكولوم هيبان كرينيال، والكرينيال ساك او اللي هي الكرينيال ساك بتاعت الرومن هتبان كودال زي كده اهي. طبعا انا عايزكم بس تتخيلوا هنا طبعا البروب بيبان لي في عسكرين مقلوب، يعني اللي تحت اللي هو تحت بيبقى فوق، يعني الابدومنال وول تحت، الابدومنال وول بلاقيها فوق هنا هنا. فالروتيكولوم ده كده، يعني ده الروتيكولوم اهو بيبقى كده، بيبقى واخد الهاف مونت كده اهو، هنا اهو بلاقيه كده تمام. فده الجزء اللي انا بشوفه ده كده، ادي اول خط اللي هو البروب، بعد كده الابدومنال ماسلز، بعد كده ده جزء من الدايفرام اللي هو ده، بعد كده بلاقي فيه ادي الكرينيال، ده كده الروتيكولوم. ليه؟ طب ليه قلنا على ده الروتيكولوم؟ لان انا دلوقتي عارف الاورينتيشن بتاعي، الاورينتيشن بتاعي ان الكرينيال هنا بتاع الحيوان روتيكولوم، يبقى شمال الصوره روتيكولوم ويمين الصوره رومن، يبقى ده كده روتيكولوم وده الكرينيال ساك بتاع الرومن، ما بينهم جزء من الابوميزم. طبعا ده ناحيه الشمال بس الابوميزم بيظهر برضو ان ده موجود ميديال، او يعني موجود الابوميزم موجود في المنطقه دي وموجود ناحيه اليمين اكتر. فانا مش عايزك تشغل بالك بالحته دي، انا عايزك تركز مع ده روتيكولوم واخد الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو هاف مون شيب، هاف مون شيب، وده الكرينيال ساك بتاعت الروم. يبقى ده اول مكان في الفحص. الجزء الثاني لو انا طلعت البروب قدام شويه، قدام شويه بقى بعدت عن الكرينيال ساك بتاعت الروم، ركزت اكتر في الروتيكولوم، هلاقي اكتر الروتيكولوم اهو بقى شكله ستريت مور ستريت، بس في الاخر هنا برضو عمل ديفيشن واخد لي الهاف مون شيب ستراكشر. طول ما الروتيكولوم خلي بالك، طول ما الروتيكولوم سموث هايبر ايكويك سموث، والمسافه ما بينه وبين الدايفرام قليله ديورنج ريلاكسيشن، طبعا هو ده في كونتراكشن لكن هنا ريلاكسد، بعرف على طول ان الحاله دي نورمال، الروتيكولوم ده كده نورمال.
ما فيهوش اي مشكله. طيب ادي السايت الثالث هنا، السايت انا حطيته هنا على الاورجانز بتاع السبلين زي الصوره اللي احنا شفناها قبل كده، جاب لي برده جزء من بس الثاني انا كنت حاطه فوق فجاب لي الرومن، انا هنا دي حاطه تحت فجاب لي جزء من الروتيكولوم، هنا السبلين وهنا اللنج وهنا الروتيكولوم. انا هسيبها ليكم كده لمده ثواني عشان تركزوا فيها. يبقى دلوقتي في ثلاث اماكن بحط فيهم البروب ناحيه الشمال، في المكان الاولاني اللي هو جاست بايند ذا فويد كارتليج، وده بشوف الكرينيال ساك بتاعه الرومن مع الروتيكولوم، والروتيكولوم واخد الهاف مون شيب. الجزء الثاني بحط بحطه جاست بايند ذا فويد بس قدام شويه اكستند كرينيالي علشان اشوف مور ديتيلز بتاع الوول بتاع الروتيكولوم. المكان الثالث بحطه في 6 او 7 انتركوستال سبيس اباف ذا البو علشان اشوف الريليشن بتاعه الروتيكولوم مع السبلين واللنج، لان ممكن نلاقي فيه ادهيجن او فيه انفلاميشن. يبقى ده كده الروتيكولوم اهو هايبر ايكويب، ده اللنج واخده ريفربريشن ارتفاكت، وده السبلين اللي هو الهوموجينس مع السبلينك بلاد فيزلز. طيب يبقى كده احنا فحصنا ناحيه الشمال، فحصنا فيها الثوراسيك كافيتي، وفحصنا في الابدومينال كافيتي الروتيكولوم. تعال نشوف هنا بقى صوره. ده كده الفيديو الاولاني، ده المكان اللي هو المور كومن سايت. يعني انت مثلا لو انت عايز مثلا اندر فيلد كونديشن ومش عايز تتعب نفسك وكده، وعايز تاخد لقطه سريعه وتشوف الحيوان دوت فيه تروماتيك ولا، هو ده المكان اللي انا بقول لك افحص منه الروتيكولوم اللي هو جاست بيهايند ذا فود كارتج. باجي تحت الحيوان واعمل بريبريشن. طبعا الجاموس مش محتاج حلاقه، اما البقر محتاج حلاقه. بعمل ويندوز خفيفه كده، اتمنى ان تكون الصوره واضحه. بعمل ويندوز ان انا بحلق المكان اللي انا جاست بيهايند ذا فود كارتج، بحط البروب كرينيو كودل، ده راس الحيوان فوق اهي كرينيو كودل، وابتدي ابص على السكرين. اثبت ايدي بقى في المكان ده قد ايه؟ بحط ايدي في المكان ده 4 دقائق، 4 دقائق بحط المكان ده بثبت البروب فيه 4 دقائق. ايه اللي بشوفه؟ بشوف فيه حاجه اسمها باي فيزيك كونتراكشن، هنوريها لكم دلوقتي. بلاقي الروتيكولوم بتحرك حركه مزدوجه، حركه مزدوجه. الحركه المزدوجه دي المفروض تعمل من 4 لـ 5 بير فور مينت، يعني تتحرك لي الحركه ديت في الاربع دقائق 4 مرات، 4 مرات غير متتاليه. يعني مش معنى كده ان كل مره كل دقيقه مره، لا، ممكن في الدقيقتين تديني مره وتديني في دقيقه مرتين كده، يعني الموضوع مش ريجولار. وبالتالي لازم احط ايدي في المكان ده 4 دقائق واشوف الكونتراكشن بتاعي. يبقى رقم واحد بشوف الشكل بتاع الروتيكولوم اللي هو الهاف مون شيب، واشوف النيبرنج ستراكشر الروتيكولوم، الروتيكولوم اللي هو الرومن في المكان ده، وبشوف الكونتراكشن في الاربع دقائق اللي هي الباي فيزيك كونتراكشن اللي هوريها لكم دلوقتي. ده كده الروتيكولار كونتراكشن اللي هي نورمال روتيكولوم، اتمنى انها تكون واضحه في الفيديو ده. ده كده اللي هي الهاف مون شيب بتاع الروتيكولوم، ده ديورنج ريلاكسيشن مفيش فيه مشكله خالص، مفيش اي ادهيجن، مفيش اي انفلاميشن، الروتيكولوم طبيعي سموث اهو، نزل نزله وبعدين هيطلع وبعدين ينزل تاني وبعدين يطلع، يحصل له ريلاكسيشن، ده اسمه باي فيزيك كونتراكشن. تاني يبقى ادي الهاف مون شيب، ده الدافرام، وادي الريتيكولوم. واحنا قلنا الشكل ده بيبان لو حطيت البروب هنا جاست بيهايند ذا فويد كارتليج. الحاله جايه لك وانت شاكك ان الحاله ديت بلعه وفيها كرونيك اندايجيشن وعايز تطمن اذا كان في تروماتيك ولا لا، تحط حضرتك البروب جاست بيهايند ذا فويد كارتليج هنا اهو، وتسيبه 4 دقائق، تعمل مونيتورنج للشاشه وتتفرج على الشاشه وتشوف حضرتك الروتيكولوم شكله عامل ازاي. لو الروتيكولوم ظهر لك بالشكل ده ان هو هاف مون شيب وبعدين بتحرك الحركه دي وادي واحده وبعدين يروح نازل تاني وبعدين يروح طالع كده، كده حضرتك تقول ان الروتيكولوم ده طبيعي ما فيهوش تروماتيك ريتيكولوبورتنايتس، يبقى الاندايجيشن ريليتد لاذر ديزيز غير التي ار. ده بالنسبه للنورمال روتيكولوم وفحصه من البيست سايت بتاعه، او لو انت مستعجل وعايز تدي لقطه سريعه اللي هو جاست بيهايند ذا فويد كارتج، هو من الفنترال بارت بتاع الابدومين، هتحسس كده هتلاقي الفويد كارتج من تحت ديبريشن كده، هتحط وراها على طول بروب كرينيو كودل، كرينيو كودل. ده كده حاله الشمال، اخر اورجنز هنفحصه ناحيه الشمال اللي هو الرومن. هل الرومن انديكيتد في الفحص ولا لا؟ الرومن بالالترا ساوند نوت انديكيتد ومش هيديك اي دلالات.
في حاله فيها تروماتيك رومي ملوش اي دلالات ولا بيظهر لك حتى الكونتراكشن بتاعه. هو اهم اورجان في حاله الانديجيشن اللي انا بفحصه هو الروتيكولوم، لانه بيديك دلاله على الكونتراكشن ودلاله على الشيب، وهو ده اصلا الاورجانز اللي بيبقى فيه كل المشاكل بالنسبه للفورين بابلز. لكن الرومن يعني مجازا كده انا بحط، لو انا شاكك مثلا في مثلا ليفت ديسبليسمنت اب نظام او كده، فبحط البروب في المنطقه اللي هي اللاست 3 انتركوستال سبيس، في المنطقه اللي هي اللي ورا دي اخر، اللي هي ورا تحت الايماجينال لاين ده على طول، واروح فاحص الليفت فلانك ده واشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي. لو في ديسبليس ده ابنيزم ما بشوفش الرومن، بشوف الابوميزم بالكاركتر بتاعه اللي احنا هنحكي عليه. لكن الرومن بقى لو انا حطيت بروب هنا في المكان ده، المفروض المكان ده فيه جازس، دورسال ساك بتاعته الرومن فيها جازس، فبلاقي فيه بعض الريفربريشن ارتفاكت خفيفه اهي، ريفربريشن ارتفاكت واخده كل الاورجانز اللي هي هالو اورجانز كونتيننج اير فيها ريفربريشن ارتفاكت خفيف جدا، ريفربريشن ارتفاكت. ده الرومن الوول اهو اللي هو الابيض ده الرومن الوول، وتحتيه بعض الغازات الخفيفه بتبان لي في شكل ريفربريشن ارتفاكت نتيجه ان ده هالو اورجانز كونتيننج اير. لكن لو حطيت بروب هنا في المكان ده هيبان جزء من السبلين اهو، ده السبلين والرومن، ده الرومن وده السبلين، شكله هوموجينس اهوت هايبو كويك، وفي بلاد فيزلز لونها اسود اهي، وفيها الوول بتاعها ايكوجينيك، يبقى الوول بتاع البلاد فيزلز لونه ايكوجينيك والبلاد جواها لونه انيكويك وهوموجينس السبلين باين لونه هايبو كويك. بس هي ملهاش دلاله في التشخيص بصراحه، يعني انت لو بتختار اورجانز او انت محتاج تقيم حاله فيها انديجيشن عشان الوقت وفحص الحاله ما ياخدش منك وقت كبير، انت الانتندد اورجان بتاعك هو روتيكولوم، والانتندد سايت بتاعك كوضع دروب هو جاست بيهايند ذا فويد كارتليج. اول ما حاجه لك فيها انديجيشن، فيها ريكورنت تيمباني، انا شك ان فيها تروماتيك ريتيكولوبوتنايتس، بروح فاحص على طول، حاطط بروب ورا الزيفويد كارتريج واستنى 4 دقائق واشوف الكونتراكشن بتاع الروتيكولوم واشوف الشكل بتاعه هاف مون شيب، تمام مش تمام، ببتدي افحص اشوف النيبرنج ستراكشر زي القلب، اشوف اذا وصل للقلب ولا لا، واحط البروب في الفورس انتركوستال سبيس واشوف شكل القلب واشوف البريكارديوم زي ما هنشوف في الكلينيكال كيسز اللي جايه. يبقى ده كده ديفرنت اورجانز في الليفت سايد، different organs في left side. طيب left side abdomen، left side abdomen احنا كده خلصناه. ايه اللي احنا طلعنا بيه في الفحص؟ بفحص في الثوراسيك كونكلوجن بقى، بفحص في الثوراسيك اللنج بالذات الكرينيال والكودا اللوب بتاعت اللنج، بفحص الهارت، الابدومين بفحص الريتيكولوم، بفحص السبلين، وبفحص الجزء لو فيه ال دي اي بحط في البروب في المكان بتاع الرومن واشوف شكل الابوميزم بالكاركتر اللي احنا هنشوفه later on. الرايت سايد، في جزء الرايت سايد ده كده الرايت سايد، عرفنا طبعا الديماركيشنز وعرفنا ازاي بنحدد الديفرنت اورجانز بتاعتنا، وقدرنا نقول لو الحاله ديت انا عايز افحص الليفر هفحصه ازاي، ولو عايز افحص الابوميزم هفحصه منين، عايز افحص الكدني افحصها ازاي، عايز افحص السمول انتستين عايز افحص اللارج انتستين افحصهم ازاي. يبقى لنا شكل الاورجانز ديت على الحيوان بالالترا ساوند عامل ازاي. رقم واحد الليفر اهو، هنا البروب هيتحط برده دورسو فنترا. ممكن استخدم اللينير بروب زي ما انتم حضراتكم شايفين في الشاشه ديت، ده صوره لينير بروب، يعني ده كده لقطه من لينير بروب. بشوف ايه؟ طول ما انا شايف الليفر هوموجينس، يعني كل الخلايا بتاعته شبه بعض لون واحد هايبو اوكويك، ده طبيعي جدا، مفيش اي خلل، مفيش اي ستراكشر مختلف عن الهوموجينيستي اللي موجوده، هايبو اوكويك وهوموجينس، وفي بعض البلاد فيزلز اهي اللي هي الانيكويك. بس حضرتك لو ركزتوا هتلاقي فيه 3 بلاد فيزلز مختلفين عن بعض. هتلاقي بلاد فيزلز ملوش وول، يعني مفيش ايكوجينيك وول، انتوا عارفين ان الوول بتاع البلاد فيزلز بيبان لونه ايكوجينيك، ده ملوش ايكوجينيك وول، اما ده له ايكوجينيك وول وده له ايكوجينيك وول. طب ايه هما دول؟ اللي ملوش ايكوجينيك وول ده ده الهيباتيك فين، ده الهيباتيك فين. اللي واخد ايكوجينيك وول بس واخد شكل مثلث تريانجولار وموجود مور فينترال تحت شويه تريانجولار كده، ده الكودال فينا كافا. والراوند ده وساعات بيبقى بايفوركيتد، ده البورتال فين، ده جزء من بورتال فين بيخش كده، ده برده بورتال فين، وممكن يعني يحصل له بايفوركيشن في لقطات مختلفه. ده كده البورتال فين،
ده كده بورتال فين، وده الكودا الفينا كافا، وده الهيباتيك فين. يبقى الهيباتيك فين ملوش وول، الكودا الفينا كافا له وول بس اكستند فينترالي، البورتال فين موجود وله وول وبيحصلوا بايفوركيشن في بعض الاحيان بيبقى له وول بميزه ما بين الهيباتيك بالايكوجينيك وول. في حاله التروماتيك بيريكاردايتس لو في كونجستيف هارت فيلير بلاقي الجزء بتاع الكودا الفينا كافا ده بقى راوندد دايليتد وراوندد، ما عادش شكله تراينجلر، بقى لونه راوند، بقى شكله راوند. ليه؟ نتيجه الكونجيشن بتاع البلد جواه بيخليه يحصل له ديستورشن في الشكل وياخد الشكل الراوند شيب، وده بيبقى دلاله ان في رايت سايد كونجستيف هارت فيلير. يبقى ده المكان الاولاني. انا بس في نقطه نسيت اقولها في الاناتومي، احنا قلنا ان اللاين اللي جاي من فوق لتحت وبيتقاطع مع اللاين اللي جاي من القلب وبيتقاطع مع اللاين اللي جاي مع الشولدر. شايفين حضراتكم نقطه التقاطع اللي جاي من عند الشولدر اكستند كودالي واللي جاي من فوق لغايه الامبليكال، نقطه التقاطع ما بينهم دي الجول برادر، مكانها الجول برادر. يعني نقطه التقاطع دي مكانها الجول برادر، مكان الجول برادر. طيب نرجع للفحوصات. يبقى اول سايت انا عايز افحصه في الليفر هنا، بشوف الليفر بشكل هوموجينس ده يعتبر نورمال. المكان الثاني بحط البروب تحت الايماجينال لاينز اللي جاي من الشولدر والكرينيال لللاين اللي جاي من فوق لغايه الامبليكال اللي هو الجزء المتوسط. ايه اللي المفروض اشوفه؟ طبعا دورسو فينترال، الشاشه اشوفها دورسو فينترال، فالدورسال هنا الليفر والفينترال هنا الاميزان، صح كده؟ فهلاقي كده بالشكل ده، هنا ادي الليفر وهنا الاميزان، ادي الليفر جاي فوق وادي الاميزم اللي هو. طب انا اقول ده اميزم ليه؟ هو واخد ايكوجينيك ستراكشر، يعني ده معناه ان ده وول لان نتيجه ايكوجينيك. طب بصوا بقى حضراتكم، عايزكم تركزوا في حاجه، لو خدتوا بالكم من الوول ده هتلاقيه سريتد، مقطع مقطع، في خطوط ادي 1 2 3 4، في خطوط 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 خطوط. الخطوط التقطيع ده اللي هو السريشن ده بيميز الاميزم، لان ده بدايات او دوت الاورجن بتاعت الاميزا الفولد دي كده، الاميزا الفولد. فانا دلوقتي لو شفت صوره وانا مش انا اللي فحصها اقدر اقول ده اميزا. ليه؟ لان في فولد او في الاميزا الفولد جايه او اوريجينيتد من الوول بتاعه الاميزا. يبقى الصوره دي اقدر اميزها عن الصوره اللي احنا شفناها بالنسبه للسبلين مع الرومن. يعني لو واحد قال لك مثلا ده صوره سبلين ولا ليفر بالاضافه الى الاوكوجينيستي، ان انا مش هقدر اميز ما بين دوت مين فيهم اغمى، هبص للاورجنز اللي تحتيه، لو تحتيه الرومن وول مش سيريتد وايكوجينيك يبقى ده سبلين، لو لقيته اللي تحتيه سيريشن يبقى ده الاميزا من ناحيه الرايت يبقى ده ليفر. طيب المكان الثالث في الفحص هنا، انا حطيت البروب هنا دورس فينترال عند نقطه التقاطع بتاعه اللاين اللي جاي من الشولدر وبتاعه اللاين اللي جاي من فوق لغايه القلب، واللي هي فيها ايه؟ فيها جول بلادر، والجول بلادر دي ساك كونتيننج بايل، وبالتالي هيبان شكلها انيكويك اهي. طيب تعال نشوف هنا الصوره ديت، هنا سمول انتستين، هنا ليفر، وهنا جول بلادر. شوفوا حضراتكم برضو دورسو فينترال، دورسو فينترال الاشعه جايه كده، جايه كده. طيب هنا دورسال الليفر اهو، يبقى هيبان شمال، ده كده الليفر، وفنترال اللي هو جاي كده، الجزء اللي هو جاي كده في الحته دي الجول بلادر، هتبان لي هنا دي كده الجول بلادر، دي كده الجول بلادر. طيب الاجزاء اللي هي تحت دي اللي هي الدوائر الصغيره دي، الدوائر الصغيره دي جزء من اجزاء من السمول انتستين، دي كلها اجزاء من السمول انتستين، بس مش هو ده مكان فحص السمول انتستين، ما بشغلش بالي بيها، انا بس بركز في المكان ده علشان اركز مع الجول بلادر. طالما الجول بلادر فيها كلير فلويد انيكويك يبقى الجزء بتاع البلدر ده سليم ما فيهوش اي مشكله. يبقى انا لما بحط البروب عند نقطه التقاطع بتاعه اللاين اللي جاي من الدورسال لغايه الامبليك مع اللاين اللي جاي من الشولدر لغايه كودل، نقطه التقاطع ديت فيها الجول بلدر، واقدر افحص الجول بلدر واشوف اذا كان فيها مشاكل ولا لا. المكان الاخير اللي احنا اتفقنا ان هو في جزء من الليفر هنا في الميدل بارت، اتمنى ان ما تكونوش تهتوا في الموضوع ده، الموضوع ده فعلا متعب، وانا عارف ان طبعا الابلكيشن لايف على الحيوان بيبقى اسهل كتير كتير، بس انا الموضوع ده خد مني مجهود كبير جدا عشان اقدر اطلعه لكم بالشكل ده، لان في الطبيعي او في الكورسات او في الحيوانات اللي هي اللايف لما بيبقى مثلا مع الطلبه
ما بنشرحش الكلام دوت بنطبقه اكتر. يعني بيبقى معايا الحيوان وبرسم اللاينات على الحيوان واحط البروب واخلي الطالب او الدكتور يشوف بنفسه على الشاشه. فالموضوع عشان يتحول لاونلاين جزء براكتيكال يتحول اونلاين هيبقى فيه شويه تعب شويه، بس اتمنى ان يكون المعلومه واصله ولو حتى بنسبه 50%، فده يعتبر نجاح لغايه ان شاء الله ما ربنا يزول الغمه بتاعتنا ديت ونقدر نتقابل في اي مكان ونعمل لكم الجزء دوت على الحيوان برضو فري، ما فيش اي مشكله. لو النقابه تتبنى الموضوع ده ان شاء الله لما ربنا يعدي الازمه دي على خير وننزل ونطبق على الحيوان لايف، وانا كمان الجهاز من عندي وانا كمان موجود معاكم بدون اي مقابل، وان شاء الله هيبقى الموضوع مور براكتيكال واسهل بكتير. طيب خلينا نكمل هنا الجزء ده، هنا هنحطه في المكان ده، هنشوف ايه؟ هنشوف جزء من الليفر. طيب رجعنا بقى للصوره اللي احنا شفناها ناحيه الشمال مع السبلين. ليه؟ لان ده هيجيب لي برضو نفس الحكايه هيجيب لي برضو جزء دورسال لانج، هنا اهوت هيجيبها لي لانج، وهيجيب لي جزء من الليفر، وهيجيب لي جوه خالص جزء. بصوا شايفين ده جاي بقى من ورا، ده جاي من ورا، ده جزء من الرومن صغير، مش ما تتوهش نفسك. هنا ده لانج ريفربيشن ارتفاكت، وهنا في ليفر. شايفين حضراتكم اللانج اللاين اللي هو ده اللي هو يعتبر ديماركيشن ما بين اللانج والليفر، ده ريبريزنت الدايفرام، ده كده ريبريزنت الدايفرام. يبقى ده كده انا كده حاطط البروب كده، طبعا فعلا هنا الدايفرام اهو مصور لي حته من اللانج وحته من الليفر، ده كده اللانج وده الليفر. طيب يبقى انا دلوقتي اقدر اقيم، معذره ده روتيكولم، معلش معذره ده روتيكولم. يبقى دلوقتي اقدر اقيم الروتيكولم بكل النيبرنج استراكشن شمال ويمين، واقدر اشوفه اذا كان هو في تروماتيك روتيكولايتس ولا نورمال، وابص ناحيه اليمين افحص الليفر واشوف اذا كان في مشاكل ولا لا. طول ما الليفر هوموجينس في كل الاماكن، يبقى انا دلوقتي فحصت الليفر من 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 اربع اماكن، الاربع اماكن دولت كافيين ان انت تعمل له سكاننج او تدي قرار فيه اذا كان نورمال ولا لا. ايه هم الاربع اماكن؟ الاربع اماكن اللي هو في منتصف الجزء المثلث اللي هو فوق اللاين، الجزء الثاني يعني بحط البروب عند نقطه التقاطع اللي فيها بول بلدر، بعد كده بحط البروب تحت اللاين اللي هو يجيب لي النيبرنج مع الاميزم، بعد كده بحط البروب في المنطقه اللي هي بيهايند الزيفويد، بيهايند الالبو، وبيهايند اللاين اللي هو الدايفرام. كده انت تقدر تشوف الليفر من اربع اماكن وتشوف ريليشن مع النيبرنج استراكشن، وتقدر تحدد اذا كان طالما الهوموجينيستي بتاعته ثابته في الاربع اماكن. يعني هنا هوموجينس وهايبو اوكويك والبلاد ديزيز واضحه وما فيهاش اي مشكله، هنا هوموجينس وهايبو اوكويك والبلاد ديزيز واضحه وما فيش اي مشكله. ده بورتال فين يا جماعه صغير، وده بورتال فين لان في ايكوجينيك باند، ده برده بورتال فين، وده برده بورتال فين، ده هيباتيك، ده هيباتيك فين، ده بورتال لانه في ايكوجينيك ستراكشر على الوول بتاعه. يبقى هنا برضو هنا هوموجينس وهنا هوموجينس وهنا هوموجينس وهنا هوموجينس، يبقى الليفر ده سليم ما فيهوش اي مشكله، واقدر اقول ان الحاله ديت ما فيهاش مشكله في الكبد بتاعه. الفحص الكدني هنا ده طبعا هنا البروب اهو البروب بحطه في ورا الايماجينال لاين بتاع الدايفرام، وبرضه في المنطقه بتاعت الليفر بس فوق في اللاست انتركوستال سبيس، في اللاست انتركوستال سبيس ده بحطه تحت على طول ترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر فيرتيبري، تحت ترانسفيرس بروسيس بتاع اللامبر فيرتيبري في اللاست انتركوستال سبيس. بشوف ايه؟ بشوف جزء من الليفر وجزء من الكدني، وده بنسميه الهيباتيك ويندوز فور اكزامينشن اوف كدني. يعني ده ويندوز في الليفر بفحص بيه الكدني اهي، الكدني اهي، ده طبعا برضو نفس حكاية دورسال، وده الفنتر، ده كده هلاقي ده دورسو فنترال، فهلاقي الشمال الدورسال واليمين الفنتر واليمين الفنتر، فهلاقي هنا الكدني في ناحية اليمين. طب الكدني دي واضحة؟ اه واضحة. اقول لكم بقى تعالوا بقى التركة في الحتة دي ايه. احنا قلنا الرينا بارينكيما اللي هي عبارة عن الكورتكس والمضلة بتبان هايبوكويك، تمام؟ طيب والمدلري والرينال بيلفيز اللي في النص بتبان ايكوجينيك. طيب ده كده الرينال بيلفيز، ودي كده الكورتكس اللي هي الرينال بارينكيما الكورتكس مع المدله. تعالوا شوفوا بقى هنا، هتلاقي الكدني لوبيوليتد، ادي لوب، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه، وهكذا 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 وهكذا، لوبيوليتد لوبيوليتد
دي كلها الكدني. عرفت ليه؟ لانها ليبيوليتد وفي النص على طول الرينال بلفز لونها ايكوجينيك. وطالما الرينال بلفز ايكوجينيك معناها ان الكدني الطبيعيه ما فيش فيها هايدرونفروز، ما فيش فيها ريتينشن لليورين، وده طبيعي جدا. تعال اوضحها لكم هنا، بحط البروب ورا في الفلانك برضو هنا، يبقى الكدني بفحصها من الهيباتيك ويندوز وبفحصها من الدورسال فلانك بتاع الرايت سايد. هنا الكدني اهي برضو ليبيوليشن اهي، وده رينال بلفز. يمكن هنا رينال بلفز هو الرينال ساينس، هنا هو واضحه رسم توضيح ليها. ادي الكدني وادي كده المدلري بيراميد، ودي الكورتكس اهو، ده مع ده، ده مع ده، بيراميد مع الكورتكس بيسموها رينال بارينكما، رينال بارينكما، وده الساينس. طول ما الساينس او الرينال بلفز لونه ابيض معنى كده ان مفيش اي مشكله، والكدني دي طبيعيه، والكدني دي طبيعيه. الفحص البروب هيجي فين؟ هيجي في المنطقه دي، ده الابوميزم، فحص الابوميزم في الرايت فنترال بارت، اكستند برضه تحت اللاين اللي هو الايماجينال لاين اللي جاي من عند الالبو، اكستند كودالي. هنا الابوميزم هتلاقيه جاي من عند الزبيد لغايه الامبليكال. طب شكله عامل ازاي الابوميزم؟ الابوميزم بيبقى واخد شكل الهوموجينس ستراكشر، وبلاقي فيه براند لونها ايكوجينيك، ده الابوميزال فولد. يبقى كده لما بلاقي فيه، لما احط البروب هنا والاقي فيه هايبو اوكويك ستراكشر كده، هيتيروجينس، هيتروجينس هايبو اوكويك ستراكشر، وفيها خطوط بيضاء في المكان ده، ده على طول بقول ان ده ابوميزم، ده ابوميزم. طب الابوميزم طالما موجود في المكان ده وحدوده ما بين الامبليكال لغايه الزفويد وتحت اللاين، يبقى ده نورمال، الفوليوم بتاعه نورمال. طب لو لقيت الشكل ده اكستند معايا لغايه فوق هنا، يبقى ده في دايليتيشن، يبقى في دايليتيشن. طب لو ما لقيتوش خالص ولقيت مكانه الانتستين، لو لقيت الانتستين مكانه هنا وهو مش موجود، يبقى ده ديسبليس، ده راح حته ثانيه، يا اما ليفت او رايت على حسب الاعراض اللي انا شاكك فيها. يبقى اذا فحص الابوميزم مش بس عشان اشوفه اذا كان هو الاستراكشر بتاعه طبيعي ولا لا، والفوليوم بتاعه طبيعي ولا لا، ده عشان اعرف اذا كان موجود في مكان ولا ديسبليس في اذر سايت، وده بيدين دلالات لبعض الامراض زي ال دي اي والار دي اي. طيب البروب لو حطيته هنا في السمول انتستين هشوف شكلها عامل ازاي. طبعا السمول انتستين في المكان اللي احنا اتفقنا عليه هنا، هلاقي فيه السمول انتستين اللوب اهي اهي، دواير دواير دواير، واللوب دي فيها الكونتنت بتاعت الفود، ده الاكل اللي جواها، ده اكل. طالما الدوائر ديت اقل من 4 سم في العرض، يبقى الانتستين اللوب دي طبيعيه. وطبعا ببص على حركه السوائل اللي داخلها اللي هي الفود دي، بلاقيها حركه عشوائيه بتتحرك، والسونار بيوضحها، على طول بقول ان الانتستين ديت طبيعيه، ما فيهاش اي مشكله، سمول انتستين. طيب لو حطيت البروب هنا في الرايت فلانك ريجون، بلاقي اللارج انتست، ده طبعا السيكم. طب وهنا تحتيه الكولون، طب اعرف ازاي ان ده سيكم وده كولون؟ الكولون على طول ورا الليفر على طول. طب اعرف ازاي ان ده كولون وده سيكم؟ السيكم بلاقيه وان باند، يعني انت في الفيلد اللي هو الالترا ساوند فيلد بتلاقي واحد بس اللي باين، اما الكولون بلاقي فيه سيركيوليشن، ادي واحد اثنين، يعني بص واحد اثنين ثلاثه، في سيركيوليشن. السيركيوليشن ده بيميز، تقدر تميز ما بين التو لارج انتستين اللي هو الكولون من السيكم بالسيركيوليشن. السيركيوليشن بتبان في الفيلد بتاع السونار مع الكولون، لكن السيكم بيبان وان ستراكشر ما فيهوش فيه سيركيوليشن. طيب ده كويس جدا، يبقى دلوقتي الكولون وادي السيكم، وهنا السمول انتستين، وعرفنا الديفرنت ستراكشر الموجوده في الرايت سايد. يبقى الرايت سايد اللي بفحصه طبعا اللانج والهارت، اوكي. الابدومين بفحص فيه الروتيكولوم، بس الروتيكولوم ما ريليشن مع الليفر والابوميزم، بفحص برضو الابوميزم، بفحص الليفر والجول بلادر، بفحص الرايت كيدني، بفحص الانتستين. الليفت كيدني ما بقدرش افحصها من الشمال لان الرومن بيبقى مغطيها، فبالتالي الجايد بتاعي في الفحص كترانس ابدومينال هو الرايت كيدني. وبكده اكون خلصت السيشن رقم 2، واللي انا عايزكم تطلعوا منه، وانا عارف ان الموضوع فعلا متعب ومحتاج ابلكيشن، بس انا عندي وعدي، اللي انا محتاج تطلعوا منه اللي هو التوبوجرافيك اناتومي بتاع الانترنال اورجانز والالترا سونوجرافيك كاركترز اوف انترنال اورجانز. ناحيه الشمال بركز قوي على فحص الروتيكولم بريليشن للنيبرنج ستراكشر اللي هو السبلين والهارت، وبركز قوي على فحص الهارت وفحص اللنج. ناحيه اليمين بركز قوي في فحص الليفر بالنيبرنج ستراكشر بتاعه
ما هو معاه مع اللنج مع اللنج من تحت ومع الاوميزان ومع السمول انتستين مع الجول بلادر. وبركز برضو الفحص الروتيكولم برضو ناحيه اليمين بريليشن مع الليفر واللنج. كده نكون خلصنا السيشن رقم 2. وفي بقى السيشن رقم 3 اللي هو الكلينيكال كيسز, بس هناخد برضو بريك. ولو حبينا ناجل لو حابين تاجلوا الموضوع ده لمحاضرات اخرى انا ما فيش عندي مشكله. شكرا دكتور محمد. تمام يا دكتور احمد. يعني لحضرتك شايف انا اعتقد فعلا هو النهارده لو فتحنا ديسكشن شويه نخلي الكلينيكال كيس محاضره لوحدها اعتقد دي هتهم من الناس. ايه اوكي, بس انا قبل الديسكشن انا برضو مع الراي ده, بس قبل الديسكشن انا حابب يبصوا بس على الكلينيكال كيسز اللي هي ممكن تتشخص بالالترا ساوند. طبعا عندي حالات البي ار دي تروماتيك كريتيكوبروتنايتس بالكومبليكيشن ديفراماتيك هيرنيا الليفت ابميزال ديسبليسمنت ابميزال امباكشن اليورولوسياسيس الفاتي ليفر الكرونيك فاشولياسيس والانستاينال اوبستراكشن. دي كلها كلينيكال كيسز ان شاء الله نبقى نتكلم فيها وبالاعراض ودور السونار في التشخيص وهنعالج ازاي بناء عن الشكل اللي هنشوفه بالسونار. شكرا. انا برضو مع راي التاجيل يا دكتور ان احنا نبقى في سيشن منفصله. اوكي, بس لو حضرتك توعدنا ان هي تبقى مثلا خلال الاسبوع ده او اول الاسبوع الجاي برضو. والله شوف راي نشوف راي الناس نشوف راي الناس لان انا برضو حاسس الموضوع تقيل دلوقتي. في ناس عايزه تكمل دلوقتي, بس انا رايي في ناس عايزه تكمل دلوقتي وفي ناس عايزه تاجل. فطالما في ناس عايزه تاجل فمعنى كده العدد هيقل. انا نفسي نعم تقدر حضرتك برضو وحضرتك برضو يعني برضو عشان ما يبقى طيب احنا ناخد ديسكشن في اللي فات هنقدر نقول عليك اكتر من كده. ناخد ديسكشن في اللي فات ممكن ناخد ديسكشن في الجزء اللي فات يعني ربع ساعه مثلا او نص ساعه بالكثير يعني حضرتك ربع ساعه. اوكي, وبرده الناس فعلا اللي بتقول دكتور حسن هلال برحب بيك يا دكتور حسن. دكتور حسن بيقول لك نذاكر ناجل عشان نذاكر الاتقال. تمام اوكي, انا عارف ان الموضوع تقيل شويه يا دكتور حسن, بس نوعدك ان شاء الله بابلكيشن عملي لما ربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله. احنا ممكن نسمع دكتور حسن الهلال عشان برضو نسلم عليه. دكتور حسن ازيك؟ اهلا اهلا, السلام عليكم. ازيك يا دكتور, عامل ايه, اخبارك ايه؟ برحب بيك دكتور حسن. وانت مع رأي التأجيل برضو يا دكتور صح؟ والله هو التأجيل هيبقى افضل لسبب واحد, عشان نلحق نذاكر لان المعلومات ما شاء الله جميلة جدا ودسمة. صراحة ما كنتش اتخيل ان الحاجات دي نعرفها, يعني بصراحة ربنا يبارك في الدكتور. صراحة ربنا يبارك في الدكتور احمد. والله انا عارف ان الموضوع متعب, وانا عارف ان لو في معانا طلبة هيبقى الموضوع صعب. انا عارف ان دايما حتى انا في كورس السونار او محاضرة السونار بحب اكتر الشغل العملي, يعني انا ما بشرحش نظري خالص, يعني الجهاز على الحيوان والتوبوجرافيك انا اكيد على اتفرج. لا ما احنا الوعد بتاع حضرتك ان شاء الله برضه يا دكتور في خلال طبعا لما الدنيا ترجع لطبيعتها ويبقى الامور اكثر طبيعيه, بس يعني هو لو قدروا يذاكروا الحاجات دي ويقروها هتدي هتوفر كتير ان شاء الله. هو يا دكتور الفكره احنا كنا بنجيب كتب ونقرا, بس بصراحه ما كناش قادرين نستوعب, يعني حضرتك حطيت لنا النقط على الحروف, ربنا يبارك في حضرتك. وبصراحه الوضع ممتاز بصراحه, يعني انا الحاجات دي كنت نفسي افهمها ما عرفتش افهمها قد ما فهمتها النهارده. جزاك الله كل خير. يكرمك يا دكتور, ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يبارك لك يا دكتور حسن. دكتور حسن عايزين برضو حاجات دواجن, حاجات برضو نظبط كده امورني وانا في الوقت اللي حضرتك شايفه برضو تواصل معاك في الدواجن. مش مشكله خالص, مش تحت امر حضرتك. ممكن نعمل سونار في الدواجن بالمره. ايوه طيب نفتح الدكتور محمد تحت امر الزملاء. يعني دكتور حسن بشكر حضرتك. استاذنا الدكتور محمد جمعه برحب بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور محمد نبيل, وازاي دكتور محمد اشرف؟ والله مجهود اكثر من رائع, واستاذنا طبعا الكبير الدكتور احمد عبد العال, يعني هو عالم. انت هتكبرني ليه يا عم؟ انت دفعت دكتور احمد على فكره دفعتي واخويا, يعني استاذ السونار, وانا قلتها في فكرتي. والله هو فعلا صحيح. يعني انا قاعد من اول المحاضره بستفيد والله والله, يعني انا بس والله يا دكتور محمد الموضوع ما كنتش متخيل انه مجهد بالشكل ده بالنسبه للجزء الاونلاين في الالترا ساوند,
بس انا فعلا تعبت يعني. العمل فعلا اسهل. اقول لك انت تعبت ليه؟ انا عارف انت عاوز انتر اكشن وعاوز براكتس، عاوز حاجه قدام. طبعا الحاجات دي بتفرق. الانتر اكشن انا عارف الدكتور احمد، لان احنا مدرسه واحده، وانا طبعا انا بشجع العملي في السونار اكتر من النظري طبعا. لكن طالما هي قاعده ان احنا نتكلم اونلاين ونشرح بيزس او نشرح الحاجات الاساسيه في الشغل، زي ما قال الدكتور حسن، هو كان عاوز مصدر ان هو يتكلم فيه وعاوز يسمع الحاجات عن قرب، فده على الاقل حطت على الطريق الواعي، على الاقل في ماتيريال، في ماتيريال يقدر يرجع لها. ده حقيقي. وطبعا في طلبات ان المحاضره طبعا تبقى مرفوعه اونلاين للناس، اعتقد الدكتور احمد عمره ما هيبخل بهذا يعني. طبعا للناس. طبعا طبعا يعني طبعا. الحمد لله رب العالمين. اكيد الدكتور هيبعت لنا الماده ان شاء الله بعد المحاضره باذن الله. هو انا بس اتمنى ان حضرتك تنوه كمان عن يا دكتور محمد عن الفيديوهات الموجوده على فلداوي اللي هي خاصه بالتوبوجرافي، لان انا عاملها على الحيوان لايف. طب ليها لينكات؟ فيها لينكات هبعتها لحضرتك، بحيث برضو ان اللي عايز يشوف الفيديو لايف هتبقى اجمل، هتبقى اجمل. طبعا انا ما عدتش اعملها هنا على الاونلاين، لانها تقيله شويه. لا هي تبقى صعبه فعلا على الاونلاين، الفيديوهات عموما بتيجي لقطات مقطعه. اه فانا هبعت لحضرتك برضو لينكاتها، لينكات والماده بتاعت النهارده هنشرها على جروب التليجرام النهارده وعلى جروبات الواتساب باذن الله بعد المحاضره ان شاء الله. انا بشكر دكتور محمد، برحب بالدكتور محمد جمعه وطبعا نلتقي على خير غدا ان شاء الله، نكمل الجزء بتاعنا ان شاء الله. لو في اي سؤال من الزملاء يا دكتور محمد. تمام يا دكتور محمد، دكتور محمد جمعه تمام، في ماشي يا فندم، تصبحوا على خير، نشوفكم على خير ان شاء الله. حبيبي مع السلامه. سعداء رب. شكرا دكتور محمد، سعداء ان شاء الله، وشكرا لمجهودكم يا دكتور محمد، والله مجهود اكثر من رائع. الله يكرمك، الله يكرمك والله، البركه حضرتك والدكتور احمد، والله مجهود اكثر من رائع يا سيدي، ويعني انتم ما شاء الله عاملين شغل عالي بصراحه. لا والله انا مبسوط من الاداء بتاعكم، وان شاء الله احنا سبورت ليكم في اي وقت وفي اي مكان يعني. يا دكتور احنا بنتشرف باسدتنا، وبنتشرف بان احنا بنقدم خدمه لزملائنا، ويعني العلم هو العلم في الاخر هو اللي بيبقى، يعني العلم هو الاساس حقيقي اللي بيبني عليه تقدم اي شعب او اي مكان او اي مهنه. وده قناعتنا الشخصيه ان احنا بنطور بالعلم، احنا بنطور عن طريق ان احنا نستفيد من اساتذتنا الكبار، نستفيد من الناس اللي هتخلي ازاي نقضي على البراميديكال بالعلم بالالتراساوند، ان احنا نتعلم حقيقي، ان احنا نتعلم ان احنا ازاي نشتغل بطريقه اكثر عمليه واكثر خبره، هنقضي على كل الناس اللي بتشتغل بالجهل وبال اكيد. انا برضو لو انا سايب برضو انا سايب السلايد، انا سايب السلايد دوت يمكن اللي قدام حضرتك دوت مخصوص عشان برضو الزملاء لما يبصوا يعرفوا هم هيشخصوا ايه بالالترا ساوند، اللي ما حدش يعرف يشخصه بين البراميديكال يعني يعني ما حدش يعرف يشخص دايفوناتيك هيرنيا ليفت اب ميزل ديسبليسمنت فات ليفر. فده برضو يعني ان شاء الله ده وسيله ان هو يطور من نفسه ويطور من ادائه ويثبت كفاءته قدام الناس حتى اللي موجوده معايا في الـ في الـ في الجيم. محمد دكتور احمد عامل بيبر في دايفوناتيك هيرنيا، وكان ليا الشرف ان انا اشترك معاه فيها يعني، والبيبر ده عالميه، منشوره عالميه دلوقتي وبقى لها فتره كبيره ما شاء الله. هو الحمد لله دكتور محمد الحمد لله كل 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 التايتلات ديت معمول فيها ابحاث انا وانت، كل التايتلات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضل الله. ما تخليناش نسمع فيكم اكتر من كده يا دكتور، اطلع يا باشا براحتك، احنا كلنا ليك، احنا تحت امركم يا دكتور محمد، واحنا يعني احنا بن بن يعني بنشجع اي حد يحطنا على مكان للخير يعني صراحه. والله احنا اللي بنتشرف والله بوجود حضراتكم معانا، حضراتكم قامات كبيره، وبنتشرف بوجودكم دايما، ويعني فعلا دايما العالم هو اللي بيبقى عايز ينشر العلم، عايز الناس كلها تتعلم. جزاك الله خير. يعني احنا بنشكركم والله، وان شاء الله طمعانين ان حضرتك تدينا ميعاد الاسبوع ده، يعني حضرتك رتب معايا، مش دلوقتي بقى، في اي وقت رتب معايا. بس هو انا ببقى فاضي جمعه وسبت، يعني انا جمعه وسبت ببقى فاضي. خلاص يبقى الجمعه الجايه او السبت الجاي، خلاص تمام. اوكي هتواصل مع حضرتك جايين على حسب الوقت اللي يناسب حضرتك، هتواصل مع حضرتك. وبرضو انا مش عايز ابقى تقيل على الزملاء، يعني لو زملاء شايفين ان الموضوع تقيل عليهم. الناس عايز حضرتك تكمل دلوقتي، الناس عايزك تكمل دلوقتي. انا بس يعني مش عايز دلوقتي بعد اذنك يا محمد، عشان خاطر في ناس عاوزه تسال كتير. بالظبط، انا بتحاسبهم على الوقت اللي اتكلم منهم، وانا معاهم في اي استفسار. انا متاسف على المداخله الطويله، شكرا جزيلا. حبيبي لا انا تحترمك يا دكتور محمد، متشرف. دكتور سعد اتفضل. السلام عليكم. دكتور سعد الهلالي اتفضل. انا فتحت لك يا دكتور سعد، لو انت قافل من عندك افتح. الو الو دكتور سعد اتفضل.
ايوه لا سامعني دكتور. اول مره لازم اعرفك اني حقيقه دكتور سعد الهلالي في الامارات، صار لي يمكن محاضرتين فقط على الزوم، وعندي انا برامج اخرى للشغل اللي نستعملها احنا مع الويبينير. حقيقه انا اتشرف بالدكتور احمد وبالدكتور محمد، انت الاورجنايزر او انتم جزء من الاورجنايزر. انا ما اعرفكم حقيقه، توني دخلت عن طريق الدكتوره رولا لما سوت اول لقاء لنا، واني حقيقه يعني جدا مبسوط الى درجه انه للدكتور احمد اقول له يعني هذه المعلومات القيمه لا يقدرها الا من اشتراها بثمن بالسابق. انا حقيقه اخذت سيديات من استراليا تشرح لي هذه المواضيع، ورغم هذا يعني وما خلتني بالخبره اللي انا هسه اللي مسيتها بيدي، وزين سمحتوا لنا نسجله حتى نشوفه اكثر من مره حتى ما نقول نصير اساتذه. انا ترى عديت مرحله الاستاذه انا خريج الدفعه 83، يعني يمكن اكبر واحد بالجروب. فحقيقه دكتور احمد يذكرني باساتذتي في جامعه بغداد، الاساتذه الاهرامات حقيقه ثلاثه يمكن اقول الله يرحمهم، دكتور سعد ظافر ومحمود نديم ودكتورة حنيفة مرسي، اللي يعرفهم ويسأل عنهم حقيقة ألهمنا كل هذول الأساتذة العلم. والرجل دكتور أحمد يعني أتمنى أن ألقاه حقيقة في المستقبل إذا صار لنا فرص، لأنه أنتم حقيقة يعني تلامذة وتأسست على إيد أساتذة كبار، والعلم تعرفون تعطوه حقيقة باليد مو إلا بالمعلقة، تعطوه باليد بحيث يكون يعني هني وشفي. يعني انتم قاعد تعطون العلم بطريقه جدا مبسطه وبشكل خلينا نقول عليه بانوراما. وانت لما تريد تسوي لايف، هذا واحد اسمه دينوا فرنسي، محاضره الله العالم يعني ايش قد تكون اسعارها بالنسبه للخيول تعرفون انتم ايه. هذا يسوي بانوراما، يعني يجيب الكاميرا اتش دي تصور البروب من ينوضع على نفس المكان، الكاميرا الثانيه اللي يعرضها هي ما موجوده في الالترا ساوند على الشاشه، وان جنرال في عند شاشه اخرى للبرزنتيشن، واحنا حاضرين محاضراتهم حقيقه جدا غاليه، ويعطون العلم بثمن وانت تكون زعلان اصلا، لان العلم من كيله بمال يعني حقيقه راح تكون انت محرج. وهنا نشوف احنا الدكاتره المصريين العظماء، يعني حقيقه اللي يقول لك مزكي حلاله، وهاي تزكي انا يعني اقول عليها، مزكين العلم بتعليم الناس، وهذه حقيقه ثروه، وهنيئا لكم لانه انتم قاعد تعملون هاي الفرص، وانا سعيد حقيقه. طلبي الاخير انه التسجيل انقطع بالاخير ولاخر يمكن العشر دقائق، فما اعرف انا كنت انه سعيد ان ارسله بعدين. فدكتور محمد اذا ممكن تتواصل معي او رقمك حتى اضيفك بواتساب برايفت اذا عندنا تواصل. دكتور سعد انا عندي اقتراح. دكتور سعد انا دكتور عبد العال، انا عندي اقتراح. نعم. ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا من 10 دقائق فاتوا كتذكره، يبقى انت حضرتك خدت التسجيل اللي ناقصك ونكمل كلينيكال كيس. ما عندي مشكله. وبعدين بس اذكركم قبل ما انا اترك المجال للاخر اللي رافعين ايدهم، حقيقه عندك التايم زون لازم تحسبه. انتم هسه يعني رمضان اللي فادنا يعني حقيقه الساعه بالثنتين، يعني عندنا الساعتين رد سحور وغيره، فانتوا بمصر اعتقد المحاضره ساعتكم الوقت لورا، فاذا ممكن نحسب الوقت. فرق التوقيت بس عند حضرتك يا دكتور فرق ساعتين، يعني انتوا يعني هسه لما تكملوا المحاضره، هي انا اتمنى اكمل المحاضره لكن العمليه راح تصفي معنا انه مرهقه فيما بعد اذا كانت عندكم جدول للمحاضرات القادمه. حضرتك شغال فين يا دكتور سعد؟ نعم حضرتك شغال فين؟ انا حقيقه شغال في جهاز ابو ظبي للرقابه الغذائيه، لكن منتدب عند اسطبلات الشيخ منصور. ما شاء الله، سلامنا للشيخ منصور. الله يسلمك ويحفظكم ان شاء الله. واحنا بنرحب بحضرتك وبكل اخواتنا العرب. معايا دكتور محمد اشرف صح؟ بالظبط بالظبط، انا جزء الاورجنايزر بقى، دكتور محمد اشرف ودكتور محمد نبيل.
طيب يا ريت اذا تبعثوا لي ارقامكم اسجلها عندي, ويعني لو الاستاذ اللي يحضر لنا همين نعرف الكونتاكت حتى نبقى شبكه بكت الله من تعاود الامور للمستقبل على مؤتمرات على شيء نشاوف مع بعض. يعني انا يكفيني من العلم بس صرت مثل سيف حتى احفظ للناس اللي يسال نقول له تفضل هذا العلم بطبق يعني كان فيديو كان على شكل باوربوينت او شيء. يعني انا والله حقيقه اليوم تمتعت حتى طيرت النومه وصرت ما مشتهي السحور من وراكم اليوم. سعداء بحضرتك وكل النومه يا دكتور والله الله يخليك. كل الشكر للدكتور احمد عبد العيال وشكرا شكرا على شكر جزيل حقيقه شكر جزيل وكبير يعني الله يوفقنا ان شاء الله. هكتب هنزل حق ارقامنا على الشات انا والدكتور محمد اشرف ونتواصل ان شاء الله بعد المحاضره. ويعني بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سعد. انا غشيم بالغشيم بالغشيم الله يخليك كيف عاد ايامك. انا غشيم بالزوم من اخذ الارقام ما اعرف انت تقول بالشاشه يعني لو اللي انت كنت بتكتب عليه بس انت ابعث لي يلا انا غشيم والله تعذرني لان انا اشتغل على بليز على حضرتك وشرف لينا معرفتك يا دكتور سعد. خليني اشوف حضرتك. شكرا جزيلا تسلم لي. شكرا جزيلا رسام. شكرا دكتور سعد رسام. رسام الصوت بعيد شويه يا دكتور محمد. طيب دكتور محمود عبد الرحيم. دكتور محمود اتفضل. صوت بعيد شويه دكتور محمود بس تمام تمام صوتك بعيد شويه دكتور محمود كده. يعني تمام تمام اتفضل. شكرا جدا على دكتور رسالة كمان لانه في الصوره الثانيه اللي هي في شرح الليفر على الجنب ليفت. انا الصوت بيروح مش الصوت مش واضح محمود. طيب هنشوف دكتور محمد ما عشان حابب ارد عليه بس انا مش سامع. انا سمعت اوكي من حضرتك فيه ويظبط الصوت والمساحه اوكي بعد كده. اتفضل اتفضل دكتور محمد. ايوه سامعك دكتور احمد. دكتور احمد دكتور محمد محمد شامه فيزك من 2004 2005. ايوه 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 ازيك يا دكتور محمد. انا مبسوط جدا والله بشكرك يا دكتور وحشني جدا والله يا بروف. وحضرتك طيب والله طول عمرك متميز على حضرتك والدكتور محمد جمعه والدكتوره شيماء والله من افضل الناس اللي طول عمرهم متميزين وعطائين يعني بيعطوا العلم بصراحه بصوره مبسطه جدا جدا جدا, جداً, جداً. فعلا استفدنا من الالتراساوند المحاضره النهارده وبصراحه احنا كنا بعدنا خالص عن معلش هي تقيلة شوية هي تقيلة شوية أنا عارف بس هتبقى متسجلة عندكم تقدر ترجع لها في أي وقت إن شاء الله. لا لا ما هي لا ما احنا فهمناها بصراحة يعني احنا يعني دلوقتي بقالنا 15 سنة بعدنا عن المجال بس افتكرناها من حضرتك ومتذكرينها في كل وقت مع حضرتك والله يا دكتور. جزاك الله كل خير. فأنا ربنا يستحمل. لا ده كنت بس بسلم على حضرتك بس والله وحسن على دكتور محمد إن شاء الله. ربنا يخليك. شكرا يا دكتور محمد. شكرا جزيلا دكتور محمد. دكتور محمود حضرتك ظبطت الصوت شويه. دكتور محمود عبد الرحيم اتفضل. دكتور محمود دكتور محمود انا فتحت لك الصوت لو انت عارف ان عندك صح. دكتور محمود عبد الرحيم
طيب نرجع للدكتور محمود الهلالي. محمد الهلالي. دكتور محمد الهلالي اتفضل. السلام عليكم دكتور احمد. اهلا وسهلا دكتور. اهلا دكتور. لو سمحت كنت عايز حته الاورينتيشن دكتور عشان يعني اعتقد ما فهمتهاش كويس. هي مهمة. اللي هو الجزء بتاع الاورينتيشن حضرتك قلت انها هتبقى صعبه وهتبقى مهم. طيب ومعظم الشرح بعدها معتمد عليه ومهم جدا فياريت يعني لو حضرتك توضح كل القرايات معتمد عليها. بس دي عايزه امسك لك الجروب وعايزه حيوان علشان ايه اوصلها حضرتك بشكل طبيعي. بس حضرتك انا صورتي واضحه عندك؟ صورتي واضحه عندك؟ ايوه تمام واضحه. طيب هنتخيل ان الايديه دي هي الجروب تمام. هنتخيل ان شايف ايديا. بس حضرتك شايف ايديا حضرتك يعني الصوت سابق الصوره. هو دلوقتي في صوره الدكتور محمد نبيل اللي موجوده قدامي. طيب انا صورتي مش واضحه؟ لا كده رجعت تاني تمام. حضرتك شايف ايديا؟ هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. اعمل ستوب للشيرنج. ايوه دكتور تمام. يعني ممكن نعمل ستوب للشيرنج عشان خاطر صوره حضرتك هي اللي تظهر الاساسيه. هو بس انا هستغل ان الصوره واضحه وهي هو دكتور احمد. يا دكتور احمد احنا واضح ان في مشكله في الصوت والصوره بقالنا من الصبح تقريبا حد في محاضره الفوتسيفت بتهيألي النهارده بالليل ظبط. لا الصوت النهارده كان كويس. الصوت النهارده كان كويس. بالليل ظبط الصوت والصوره النهارده ممتازين. انا بس عايز استغل الصوت كويس ارد على الدكتور محمد بسرعه. طبعا اتفضل يا دكتور. دكتور محمد حضرتك شايف ايدي؟ دكتور محمد طيب أيوة. البروب الكونفكس او لينير بيبقى فوق كده فيه لمبه او بيبقى فيه حبايه كده بيبقى موجوده في البروب نفسها. البروب الحبايه ديت تبقى جايد ليا ان انا احط ديت دورسال او كرينيا تمام. فباجي امسك البروب واحطه على الحيوان. انا مثلا ايديا اهي هي دي البروب ده البروب والحبايه هنا اهي. انا احطه ده سطح الحيوان. معلش يا دكتور الصوره مش واضحه. ايوه طيب ده كده سطح الحيوان وده البروب تمام. ده البروب ايوه. انا كده حاطط البروب. انا حاطط البروب في الانتر كوستال يعني دورسو فنترال. دورسو فنترال لو انا حاطه كده بعض بمشي يبقى كرينيو كودال. لو بمشي البروب كده دورسو فنترال. لو بمشي كده كرينيو كودال. ايوه يعني لو بمشي من تحت لورا لو كده لو موازي يعني هو لو موازي مثلا يا دكتور يعني هو لو موازي للريبس يبقى دورسو فنترال. دورسو فنترال ومش شرط في الريبس. يعني افرض انا حاطه في الليفت فلانك ريجون. يعني لو انا حاطه في الليفت فلانك ريجون بس بالطول يبقى دورسو فنترال. لو حاطه في الليفت فلانك ريجون بالعرض يبقى كرينيو كودال. ايوه فهو لو دورسو فنترال انا لازم اعرف الاناتومي عشان اشوف. انت عارف البروب لما بياخد سيكتور بياخده كده. ايوه الكونفكس بياخده كده مخروط الشكل ما بياخدوش بارل غير لينير. غير اللينير ده الكونفكس بياخده. فانا لازم اعرف المخروطيه ديت واخده فين. فانا لو انا حاطط البروب كده يبقى هعرف من الاناتومي اللي فوق ده هو الدورسال هيبان لي شمال الصوره واللي تحت ده هو الفنترال هيبان لي يمين الصوره. احنا ساعات بنكشف ابحاث ساعات بنكشف ابحاث متفبركه بسبب الموضوع دي. ايوه ماشي يا دكتور كده واضحه جدا يا دكتور. الف شكر والله. ان شاء الله لو في فرصه تدريب عملي يا دكتور محمد هتبقى واضحه اكتر باذن الله. ان شاء الله نعملها يا دكتور وباكد على الزملاء. الموضوع على بس الزملاء مور سيمبل سهل عشان جدا. احنا هنحل موضوع الصوت ان شاء الله والانترنت. هنكلم شركه انرجي كو فتره جايه زودوا لنا عدد النقط بتاعتنا ان شاء الله عشان نحل مشكله الانترنت. طب في استفسار تاني من احد. والف شكر دكتور محمد نبيل دكتور محمد اشرف ربنا يكرمكم على المجهود اللي بتعملوه ده. حبيبنا يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور محمد. الله يكرمك. هو كده ما كانش في سؤال بس رفع ايده. مره واحد احس ان هو اتفضل يحس ان هو ايه اتفضل. اول مره الواحد يحس ان هو يعني بيستفاد جدا من النقابه بصراحه. يعني انا لسه طالب في سنه خمسه
وكنت متابع انا الدنيا بتاعت النقابه والشغل بتاع. طب وانت وانت لسه اتخرجت عشان تستفاد يا دكتور؟ انت عايز تتخرج اصلا؟ انت لسه هتعرف لما تتخرج ان انت مش هتستفاد خالص. انا اصلا والله. وعلى فكره بس يا دكتور محمد، يعني مش النقابه مش هي الفيسبوك طبعا، يعني خليك عندك علم ان في بعض الصراعات وبعض الكلام، و يعني في ناس بتشتغل لوجه الله ايه، وفي ناس ما بتفتكرش ان الصراعات دي هي الاساس. يعني لا طبعا، انت طالب في سنه خمسه، ربنا يديك الصحه والعافيه وتتخرج، وهتقابل في حياتك العمليه كتير، وهتشوف كتير، وهتقابل كتير. فيعني ما يعني بلاش نحصر النقابه في ادوار الشر، الله يكرمك. يعني انا خلينا محمد نبيل عامل زي كمال ابو الرية، وانا عامل زي محمود الجد، احنا ناس طيبين يا محمد. والله ربنا يخليكم لينا يا جماعه. والله استفسار تاني يا دكتور محمد؟ انت كده تعتبر اتخرجت البركه في الكورونا صح؟ دفعه الكورونا دي مش راضيين. لا 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 لا، البكالوريوس لا، البكالوريوس لا ما اتخرجش، بكيس قاعد مش راضي. البكالوريوس قاعد دكتور محمد هشام اتفضل. دكتور محمد الهلالي. دكتور محمد هشام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كده فدكتور محمد اتفضل. الجزء بتاع الريتيكولم باي فيزيك كونتراكشن ما فهمتوش، بس بعد والله كتر خيرك يا دكتور. شوف حضرتك، انا هشغل لحضرتك الفيديو على الله، اتمنى انه يكون يلقط معاك كده. واضح قدامك دكتورنا دكتور محمد هشام؟ الصوره بدات تظهر يا دكتور. نعم دكتور محمد هشام معانا. هي كده الصوره عندي ظاهره، بس دكتور محمد هشام مش هيطلع فيه. هو لو سمعنا الروتيكولم بتحرك حركه مزدوجه اسمها باي فيزيك كونتراكشن. ده كده الروتيكولم. انا عرفت ليه الروتيكولم من وضع البروب. يعني انا بحط البروب في السايت اللي انا عارف فيه كائناته من الروتيكولم موجود. الروتيكولم بياخد شكل هاف مونشيب، نزل نازله واحده، وبعدين طلع سنه، وبعدين نزل تاني، وبعدين يرجع تاني ريلاكسد. دي اسمها باي فيزيك كونتراكشن. طيب هو ربنا خلق له الباي فيزيك كونتراكشن ديت ليه؟ هل هي ليها مغزى؟ طبعا، يعني ما فيش حاجه معموله، سبحان الله، يعني ربنا ما فيش حاجه معموله كده. طب ايه وظيفه الباي فيزيك كونتراكشن؟ الباي فيزيك كونتراكشن دي يا دكتور محمد هو البيس ميكر بتاعه الرومينال سايكل. يعني هي اللي بتعمل السايكل بتاعه الرومينيشن وبتاعه الايركتيشن وبتاعه الرومينال كونتراكشن. ازاي؟ ايه علاقه الروتيكولم بالرومين؟ الروتيكولم ده هو اللي بيبقى موجود في الاكل، والاكل بيبقى موجود في بقيه البارت بتاعه الرومين في لايرز، جازس فوق جازس، وبعد كده في الكورس فايبر، وبعد كده في الفاين بارتكلز. الفاين بارتكلز دي بتنزل جوه الابوميزم، تنزل جوه الابوميزم، وفوقيها الفايبر. فالحركه الاولانيه الصغيره اللي هو بيتحركها الروتيكولم دي بتطلع الاندايجستد كورس فايبر، بتخليها تروح للرومن عشان تكمل هضمه. والحركه الثانيه القويه اللي هي متتابعه على طول بتطلع الفاين بارتكل اللي تحت، تدخلها الروتيكولوميزال اوبننج عشان تعدي على الاوميزم وتكمل بقيه الدايجيشن في الابوميزم والانتستين. فالباي فيزيك كونتراكشن دي ربنا خالقها في الرومينانت لهدف اللي هو البيس ميكر او البلاي ميكر بتاعه الرومينال سايكل بتاعه الدايجيشن. الحركه الاولانيه بتطلع الاكل ناحيه الرومين، والحركه الثانيه بتودي الاكل ناحيه الاوميزم. دي الباي فيزيك كونتراكشن. دكتور محمد معانا؟ دكتور محمد هشام، اتمنى ان يكون محمد احتفظ. انا فتح له المايك. دكتور محمد هشام اتفضل. تمام دكتور محمد. دكتور محمد سمير. دكتور محمد سمير اتفضل. دكتور والله اول حاجه اشكرك الاول على المحاضره الجميله دي. والله يعني الواحد صعب ما اتخرج السنه اللي فاتت، وكان نفسه يحاول يستخدم الخيار في اللي هو يقدر يشخص بيه امراض البطنه. فكنت عاوز سؤال، بس كنت عايز اسال حضرتك، هو انا لما بستخدم البروب في الانتركوستال سبيس انا بحطه بالوضع الاوبليك؟ عشان لو حطيته بالترانزفيرس كده هيبان اللي هي الهايبر اكوك. اللي هو ده الاوبليك. ما هو الاوبليك يعني دورس دكتور. ما هو ده الدورس فينترال.
يعني هو يعني بتحطه اوبليك كده في الانتر كوستال سبيس. ما مش احنا قلنا لما بتحطه فوق بتحطه دورس فينترال لكن تحت في الاماكن اللي هي ما فيهاش ضلوع بتحطه كرينيو كودال. حلو حلو كويس كويس انك انت وصلت للمعلومه ديت من نفسك حاجه كويسه. يعني هو كده تمام ان انا بحطه كده اوبليك في الانتر كوستال سبيس هو ده وضع التمام 100% تمام. بس تبقى عارف الدورسال بتاعك ايه كاناتومي والفنترال بتاعك ايه كاناتومي عشان تعرف تقراها من على الشاشه. طب اللمبه اللي هي في البروب دي هي دي اللي هي دي اللي هي دي الجايد بتاعك لازم نخليها لفوق للدورسال. اخليها لفوق هي دي الجايد بتاعك للدورسال او الكرينيال لو انت هتفحص كرينيو كود. تمام. طيب يا دكتور في حاله الابوميزال ديسبليسمنت هنجيلها لو هو هنجيلها في الكيسز هنجيلها في المحاضره الجايه ان شاء الله تفصيليا. تمام ماشي يا دكتور ماشي. الكلينيكال كيسز هيبقى فيه 10 حالات منهم الابوميزال ديسبليس. تمام ماشي شكرا دكتور. عفوا شكرا يا دكتور محمد. كده تمام يا دكتور احمد بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنشكر زملائك والله يجزاك كل خير. يعني احنا اللي بنشكرك والله يا دكتور فعلا شكرا جزيلا. يعني حضرتك فعلا ارهقنا حضرتك النهارده بس يعني بنشكرك والله شكرا جزيلا جدا 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 وعلى وعد بلقاء مره ثانيه مع حضرتك ان شاء الله لاستكمال المحاضره بتاعت النهارده. ان شاء الله كلينيكال كيسز كلها هيبقى محتاجها وهيبقى برضو في فرصه للمزيد من الدسكشن مع الزملاء اللي عنده سؤال اللي مجهز حاجه كل يذاكر اللي فات ده او يقدر يراجع عليه. يعني المره الجايه هتبقى مور ادفانسد يا جماعه اللي مش هيبقى عنده خلفيه كبيره لا يبقى محضر على الاقل الجزئيه بتاعت الالترا ساوند وهيبقى هيستفيد اكتر من المحاضره. يعني لو العدد اللي هيجي يبقى محضر افضل وهيستفيد استفاده القصه بتاعه المحاضره. فبكرر شكر لحضرتك مره ثانيه وشكري لزميلي الدكتور محمد اشرف اللي بيتعب وبيجتهد عشان نطلع مع حضراتكم كل يوم في محاضره جديده وبنار جديد. وبفكر حضراتكم بكره ان شاء الله معانا الاستاذ الدكتور محمد جمعه استاذ الجراحه بكليه الطب البيطري جامعه الزقازيق هيكلمنا المحاضرة الادفانسد عن البيت برضو الترا ساوند. احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت اتكلمنا البيزكس المرة الجاية ان شاء الله بكرة هنتكلم في الابدومينال ديسوردر في البيت في الالترا ساوند. ويوم الاثنين عندنا محاضرة عن الدواجن بتكلم عنها برضو بكرة بالتفصيل ان شاء الله مع الدكتور عبد الباري البرنس هيكلمنا في التشخيص التشخيص في الدوائر. فبنشكر حضرتك يا دكتور احمد شكرا جزيلا. شكرا. وهسيب الدكتور محمد اشرف يختم مع حضرتك. شكرا شكرا. شكرا يا دكتور محمد نبيل. شكرا يا دكتور احمد امتعتنا واسعدتنا جدا والله واخرناك وفي انتظار المحاضره الجايه على نار يعني ان شاء الله. جزاك الله خير. حضرتك شرحك مبسط ما شاء الله ومرتب وجميل جدا فجزاك الله خير اتعلمنا كتير فعلا. شكرا يعني. بشكر حضرتك بشكر الزملاء كلهم. محاضره جديده ويبينار جديد مع فيتس روبان اكاديمي كان معاكم دكتور محمد اشرف دكتور محمد نبيل استاذنا الدكتور احمد ابعال كل سنه وانتم طيبين. حط لكم اللينك بتاع المحاضره قولوا لنا الريفيوز بتاعتكم على المحاضره دكتور احمد يشوفها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.